مساء الخير. أقام الحزن بيننا وفرض طوقا زنر أيامنا، لأن شعرنا بحرقة الغياب ولوعة الفراق، أو على الأدق لأن جورج والسوف هو رفيق دربنا وحزننا وحربنا وسلمنا. صوت طلع من أوائل النار من قلب الحرب وصدح في شوارع بيروت متغلبا على مدافعها، أخذ بحباله الصوتية إلى حيث حاصبية عندما أدلى بمواله لأول مرة ليسألها من وين. فشعرنا ومنذ ذلك الزمن أن الوسوف هو الفتى المعجزة، ليصبح اليوم الأب المعجزة، الرجل الذي يقاوم دمعه فيتسرب الدمع إلى بقية الجسد قبل أن ينجرف إلينا فننوب عنه بالبكاء. يومان احتلهما أبو وديع بعدما أخذ الله وديعته، وعاد ابنه البكر إلى مسقط الرأس ليجد متساقطات من الحب، ويغمره الناس ليس بكلام وحسب، بل بكل ما أوتوا من احتضان وزرع أمان. هم الناس الذين غناهم أبو وديع، لكنهم أيضاً الناس بآلامهم وقهر أيامهم، يلجؤون إلى سلطان الطرب لأن سلاطين السلطة خذلوهم وبددوا أحلامهم وآمالهم. وعلى نغمات حزن يسيرون أوضاعهم فيما تحاربهم السلطة بساعة ضوء وحبة دواء، بتعليم وطبابة وعملة باتت صعبة عليهم. ماذا بعد؟ وأي رئيس ننتظر إذا كنا نختلف على مسؤولية التيار الكهربائي وكل تفصيل آخر؟ وماذا عن الوفد القضائي الأوروبي؟ هل سيفعل ما عجز عنه القضاء اللبناني؟ وما بين القضاء وقضايا المواطنين، قد يمني الرئيس نجيب ميقاتي النفس بجلسة حكومية، فمن سيغطيه سياسياً؟ الليلة حلقة جديدة من هلأ شو؟ حول العناوين السياسية والاقتصادية والمعيشية. أولاً مثل العادة مع الأستاذين حسين أيوب وجان عزيز، أيضاً في الفقرات التالية وفي المحاور التالية من الحلقة أستضيف رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، أيضاً أستضيف مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولة نحاس، ومدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، والصحافي الاقتصادي مارون مسلم. وإلى فقرة أولاً. مساء الخير استاذ حسين ايوب، مساء الخير استاذ جان عزيز، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك باول حلقه من السنه الجديده. ينعاد عليك وينعاد على كل المشاهدين. وعليكم وعليكم، ان شاء الله هالسنه هيك تحمل مع انفراجات على الملفات الساخنه اللي عم نعاني منها وبتنتقل من سنه لسنه من دون حلول، ما هيك؟ يعني علينا انه نتامل. صايرين عم نرتكب الرجاء والامل بهالبلد رغم انسداد الأفق بهالواقع، بس بتضلك تعتمد القاعدة التاريخية أنه كل أزمة تحمل فرصة. على أمل أن تأتي الفرص. في عنا طبعا الملف الرئاسي هو الملف الساخن والشائك. جان عزيز، على خط بكركي والملف الرئاسي، ماذا هناك من معطيات زيارة حزب الله إلى بكركي ربطا بالملف الرئاسي؟ شو عندك جديد حسب معلوماتك ومعطياتك؟ الزيارة بحد ذاتها بدها تنحط بسياق نوع من الليونة في التموضع اللي عمله حزب الله بالأيام الأخيرة، وهو تموضع لافت بإيجابية معينة. يعني إذا بتراكم بعض المؤشرات، مثلا حادثة مقتل جندي اليونيفيل بالعاقبية يلي انتهى إلى تسليم المشتبه فيه وتسليمه جاهز معترف بالجريمة خالص مخلص. كمان مثل آخر على جزئيته وهامشيته، شقيق أحد نواب حزب الله بالبقاع كان متورط بسلسلة من الارتكابات تم تسليمه للدولة اللبنانية. إعادة تأكيد المؤكد على إذا بدك سوية وطبيعية وامتياز العلاقة بين الحزب وقيادة الجيش يلي شفناه بهالايام الماضيه، وصولا الى كسر القطيعه مع بكركي، القطيعه يلي كان صار لها سنين رغم كل الكلام المغير، ويلي بجذورها بترجع لل 2014 وقت زياره
غبطة البطنك للأراضي الفلسطينية المحتلة لمواكبة زيارة قداسة البابا. فكل هذا التموضع من قبل حزب الله فتح نوع من الإيجابية الداخلية يلي لقيتها بكركي بالشكل من بعد تصعيد كان مرق بأسابيع. وصلت لهجة البطريرك الراعي قبل لقائه الحزب بخمسة أيام بس يقول أنه هناك جهة تهدد لبنان بتحويله إلى دولة دينية تيوقراطية. فكل هذا التشنج سقط لحسن الحظ ووصل إلى هذا اللقاء. هلأ هون في لك أنه بالمعلومات ما في نتيجة أذى شيء ونهائية للقاء، إنما في تشويش فعلي على هذه الحركة. بمعنى هناك تشويش من مين؟ هناك كلام نقل أن الوسطاء اللي قاموا بالتمهيد بين بكركي وحزب الله حملوا إلى حزب الله اسما رئاسيا وحيدا هو روجاديب، وأن النقاش صار مع هذا الوسيط من قبل بكركي حول اسم روجاديب، وقيل أنه جبران باسيل بيمشي بروجاديب بس عنده مشكلة مع سمير جعجع وممكن العمل على تزليله، وقيل أنه حزب الله قال بهالحالة إذا صار توافق نحن ما عندنا فيتو على حدا وساعتها ممكن نطوي ترشيح سليمان فرنجية. هذه الرواية اللي نقلت عن ألسنة مصادر قريبة جدا أنا بعتقد كانت مؤذية للعلاقة بين بكركي وحزب الله. بس هل هي رواية دقيقة؟ عليهم هن أن يوضحوا، عليهم أن يصححوا هذه الصورة لأنه وصلت للجهات المعنية وتركت أثار سلبية، ومشان هيك بعتقد أنه معنيين الحزب وبكركي بتوضيح هذا الأمر. تركت أثر سلبي عند الجهات المعنية اللي عند الكل، يعني عند سليمان فرنجية، عند القوات اللبنانية، عند جبران باسيل، عند كل المعنيين بهذا الحراك. يعني أعطي هذا الحدث صيغة وكأنه في حد عم بحاول يهذب رئيس جمهورية تهريب بمعزل عن القوى السياسية، ومشان هيك عم بقول ما حدا قادر يأكد إذا هالرواية دقيقة، بس المعنيين عليهم أن يوضحوها ضحضا لأي تشويش على هذه العلاقة اللي ممكن إذا انشغلت بشكل جدي وإيجابي توصل لنتاج تسوية وطنية جديدة. نعم. خليني أكمل أقول لك أنه بهالأسبوع كمان في حراك نيابي كتير كبير بهالمجال. نعرف أنه كتلة نواب جبران باسيل ستلتقي الثلاثاء للبحث كمان بخيار الخروج من الورقة البيضاء. عدد من نواب جبران باسيل عم بيطرحوا عليه مباشرة خيار من الثلاثة، أما أن يعلن ترشيحه هو وبننزل بنصوت لكم ونشوف قديش بنجيب أصوات مثل ما عملوا القوات مع ميشيل معوض، أو منرشح حدا منا، أو منروح على ترشيح ثالث من المرشحين الأقوياء مثل، لأنه هن عم بيعتبروا أنه من المعيب على هذه الكتلة أنه تنتقل خلال ست سنين من مبدأ الرئيس الأقوى في طائفته إلى البحث عن الرئيس الأضعف والأكثر إفلاسا في طائفته. فعم بيقولوا أو أنت بتترشح أو بيترشح حدا منا أو ندعم حدا من الأقوياء المطروحين. مين يعني بالأسماء المحتملة إذا بدنا نعطي أسماء؟ المطروحين الأقوياء يعني بالنسبة لألون يا إما قائد الجيش يا إما سليمان فرنجية، هود اللي بيعتبرون المرشحين الأقوياء. كمان تكتل النيابي اللي أخذ اسم بصندوق الاقتراع أخذ اسم لبنان الجديد كمان عنده اجتماع التلاتة، وسع نطاقه يبدو ممكن أعداده تكون أكبر، عم بيبحثوا كمان بآلية للخروج. بعتقد رح يوصلوا لصيغة جديدة من الأوراق مثل لبنان الجديد أو صيغة تانية كمان، يعني صيغة ليست اسم مش يعني اسم مش كود نيم للوصول إلى بحث بكيفية الخروج من هذا المأزق على مدى أسابيع. إذن هيدي هي الخارطة النيابية والسياسية في مسار دولي، في مسار دولي بنحكي عنه لاحقا. هيدا خلال هذا الأسبوع هيدا اللي رح يصير. أستاذ حسين أيوب بدي انتقل معك، يعني ربطا بالعلاقة بين بكركي وحزب الله وزيارة وفد حزب الله لبكركي، كان في خطاب للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وحكي فيها عن العلاقة مع التيار الوطني الحر، وحكي فيها عن جدد المواصفات الرئاسية. على ضوء هذه المواصفات ماذا ترى؟ على مين بتنطبق؟ ليش ما في اسم المعلن؟ يعني ليش ما بنعلن الاسم جهارا وعلنا؟
وهذه المواصفات كيف رح تترجم بالأيام المقبلة؟ بس خليني أول شيء أعقب على نقطتين، يعني موضوع التموضع وموضوع الحوار بين حزب الله وبكركي، رح أرجع أجاوب على السؤال. بعتقد تعبير تموضع شوي بده يعني تدقيق، يعني هو التموضع أنك بتكون بمحل بتنتقل لمحل، يعني إذا بدك فيك تسميها هيك. يعني خلينا نقول تأكيد المؤكد يعني بالموضوع، يعني هل كان حزب الله ليتصرف مع موضوع اليونيفيل بطريقة مختلفة عن التي تصرف بها، أو مثلا بموضوع البقاع؟ ما يعني ما في موضوع، يعني شقيق الاستاذ ايهاب حمادي، يعني يعني سلوك حزب الله بالتعامل مع هذين الملفين هو سلوك حزب الله المألوف، يعني ما في شيء استثنائي. لا بالعكس، يعني حزب الله في مكان ما استدعى الجيش كذا مره والقوى الامنيه على بعض النقاط الضعف، وخصوصا بمحيط الضاحيه الجنوبيه ببعض البؤر الامنيه الحساسه جدا، وابدا استعداده مرارا انه يحط امكاناته بتصرف هاي القوى الامنيه، وما انعمل شغل جدي لحد هلا بهذا الموضوع. النقطة الثانية اللي لها علاقة بموضوع الحوار بين حزب الله، أنا بعتقد عم يتحمل الموضوع أكثر مما يحتمل. البعد الاجتماعي والتواصل هو الأساسي، ولو حزب الله بحث عن رئيس تسوية، وهلأ بقول لك أنه حزب الله مش بهالورد لأنه هلأ بنحكي عن الخطاب، لا أعتقد أنه هالمواصفات يعني تبدأ من عند روجي ديب، يعني تقول لي تبدأ من عند جوزيف عون بقول لك بفهم، بس أنه حزب الله مش، ما عندي مشكلة، أنا عم بحكي بعقل حزب الله من موقع خبرتي كصحافي. هل يبدأ الحوار من عند روجي ديب؟ بتصور شوي القصة بدأ، يعني هذه الرواية ليست دقيقة. بعتقد هيك. يعني أنا عم بحكي بالخبرة مش بالمعلومات بس فقط لا غير. هذه الرواية نقلت حرفيا. إيه مش هيك، أنا عم طالب الفريقين إنه يوضحوا. لا أنا عم بحكي بالتحليل، أنا ما عم بحكي بالمعلومات. أنا عم بقول نقلت حرفيا وعليهم أن يعتمدوا هذا القول، نقلت حرفيا عنهم. إيه بس مين نقلها حرفيا؟ وقت اللي بيردوا من رد. فعم بحكي بحكم الخبرة بالتجربة كصحافي، مش عم بحكي من موقع سياسي أبدا. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي هي بتتعلق بالخطاب، وهون ساعتها بنحكي على موضوع فرنجية. واضح أنه حزب الله، يعني خلينا نحكي عن كم نقطة أقله بالتدريج، مع أنه الجزء اللبناني كان مكثف بآخر الخطاب، بس نحن ما رح نقارب العناوين الثانية غير العناوين اللبنانية. بالجزء الأول اللي هو وضح تعقيبا على عبارة أنه حزب الله لا يعني لا يبحث عن رئيس يحمي أو يدافع، قال نحن ما يعنينا بالموضوع هو موضوع الطعم بالظهر إلى آخره. وهي الجملة حرفيا كنا حكينا فيها نحن بإحدى الحلقات عن موضوع الحوار الذي دار بين أمين عام حزب الله ورئيس تيار الوطن الحر، وقلنا يومتها أنه هو استخدم، قال له هاي العبارة تحديدا تنطبق عليه وعلى سليمان فرنجية، فرصتك مش موجودة، فإذا لنذهب إلى فرصة سليمان فرنجية. عمليا وهذه إذا بدك إلى مفعول رجع، بس هذا موضوع بنحكي عنه بعدين حول فكرة أنه بدنا من يحمي أو يدافع عن المقاومة. هذه بتثبت لك نقطة أساسية، أنه حزب الله اليوم شايف عنده فرصة جدية سليمان فرنجية. طبعا أمتى يعلن عن ترشيح تبني الترشيح؟ هذا اتفاق بينه وبين سليمان فرنجية. سليمان فرنجية مش هيفوت على المجلس النيابي ب27 صوت شيعي، يعني مش هذا هو الفوت المطلوب منه. عندما يدخل كمرشح مش رح يدخل اقل من 60 بحدود هذا السقف يعني. فلذلك كنا متفقين انه التوقيت مؤجل، توقيت التبني، بس حزب الله داخليا ضمنا متبني الترشيح، اكيد متبني الترشيح، والدليل الى ذلك هو اللقاءات اللي بتصير عاده بين حزب الله والسفراء. واخر لقاء بهذا المعنى صار هو اللقاء بين رئيس كتله الوفاء للمقاومه والسفير المصري صديقنا الدكتور ياسر علوي، وهو هذا أول لقاء بهذا المستوى بين الجانبين المصري وبين حزب الله. كان واضح حزب الله ما كان مخبي حاله من هو مرشحه الفعلي يعني لرئاسة الجمهورية. هلأ الإشكالية وين اللي هون عم تطرح الإشكالية؟ عم تطرح إشكالية اليوم أنه حزب الله معتبر أنه فرصة سليمان فرنجية بظل مناخ دولي غير ممانع، تحديدا فرنسي أمريكي لإله، فرصة جدية حقيقية وكبيرة، ولكن من يقف ضد الفرصة؟ المفارقة أنه سمير جعجع أهون بالسياسي بالتعامل مع ترشيح فرنجية، ولو أقل قال أنا بيجي أمن النصاب بعد تاني تالت جلسة اللي نفترض هذا أهون من جبران باسيل. الأمريكاني اللي هو الشيطان الأكبر أهون من جبران باسيل بالتعامل مع ملف ترشيح سليمان فرنجية. الفرنسي أهون، كل القوى الدولية والإقليمية بانتظار الموقف السعودي أهون من تعامل مع كذا. فإذا هو عم يتعامل مع ملف حساس وحيوي جدا للحزب بطريقة أكيد الحزب مش مبسوط فيها. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بهذا المسار،
حكي السيد إذا انتبهنا لموضوع اللقاءات الثنائية والثلاثية وعبر عن ترحيبه فيها وقال أنه في ناس بيخطوها باللعب والكيد السياسي، نحن لسنا من هذا الصنف. وبالتالي بدك تكمل بهذا الاتجاه، كمل ما عندنا مشكلة، بس أنه تنحط بالسياق اللي هو كان عم بقوله بأنه تقرب بين اللبنانيين، واللي لمح كمان فيها لموضوع طاولة الحوار التي لم تعقد، وأنه إذا مهتمين بالحوار تفضلوا اقعدوا على طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري وكلكم رفضتوا تقعدوا عليها. النقطة الثالثة اللي هي كانت إذا بدك لافتة للانتباه هي موضوع المراهنة على عوامل خارجية، أنه يا شباب كل مرة بتربطوا لي الملف ساعة بالنووي وهلأ بتربطوا بالحوار السعودي الأمريكي السعودي الإيراني إلى آخره. طيب ما أنتوا صرتوا بتعرفوا حزب الله كيف بيتعامل مع هذا الملف، وقال جملة أنا كنت مهتم فيها يعني هون حطيتها بالحرف يعني قال هذا ما أبلغني به الإخوة الإيرانيون، هناك دول تتصل بنا أو ستتصل وسنقول لهم هناك هذا شأن لبناني، روحوا راجعوا المعنيين بلبنان. دول عم تتصل بإيران، قال دول اتصلت ودول ستتصل. هل هي عربية أم غربية؟ اللي اتصل بالحدود المعلومات اللي عندي اتصلت جهة عربية بالإيرانيين وطرحت موضوع الرئاسة من زاوية بعض الأسماء، وكان جواب الإيرانيين كثير واضح، الجهة القطرية يعني حسن، راجعوا السيد حسن نصر الله. وعرفوا الإيرانيين قبل قمة بغداد 2 في عمان انه الفرنسيين ناويين يحكوا معهم ايضا في الملف الرئاسي، وبعثوا لهم كمان عبر القنوات الدبلوماسيه روحوا احكوا مع حزب الله، واصلا التواصل موجود وقائم بين حزب الله والفرنسيين، والفرنسيين بيعرفوا حزب الله بالملف الرئاسي شو بده، ان كان بالتواصل اللي بيصير عاده مع السيد عمار الموسوي او بالتواصل اللي عم بيصير بشكل دوري بينه وبين رئيس كتله وفاء للمقاومه. فهودي الثلاث نقاط اللي حكي عنهم الخطاب، تبقى اذا بدك يعني في نقطة حكي عنا الخطاب إلى علاقة يعني بالجزء الأخير ضمن إطار الرئاسة. لا ما هو لأنه سؤال، لا عم نحكي على موضوع التفاهم، على موضوع التفاهم يلي إلى علاقة بإبداء الحرص على استمرار التفاهم. وأنا برأيي بهاي النقطة تحديدا كانت العبارات اللي حكي عنها السيد حسن نصر الله كثير دقيقة، إن كان بإبداء الحرص من جهة، وإن كان بتحرير رئيس التيار الوطني الحر من التفاهم، إنه خيي أنت أنا قايل لك سابقا إذا هذا الشيء بريحك روح أعمله، وصولا للقول بإنه في لقاءات قريبة. هلأ قال إنه نحن ما بنجبر حدا على التحالف، طبعا معنا طبعا طبعا، ولا نريد غطاء من أحد، طبعا طبعا لا بس عم بقول إنه بهاي النقطة تحديدا هل التواصل الرسمي السياسي صار بيناتهم لهلأ بضوء الحكي اللي قاله السيد عن لقاءات قريبة؟ أنا بجزم لك لهلأ ما صار في تواصل سياسي بالمعنى الرسمي اللي كان منتظر أنه يصير، صار في تواصل بالمعنى الاجتماعي بيشبه الشيء اللي صار معايدة صار في تواصل يوم الخميس الماضي، كان في الثالث على وفاة آية رائد شرارة، بتكون هي الله يرحمها أخته لأمة للصبية الله يرحمها عمرها 15 سنة هلأ، كمان بقول لك هي ظروف وفاتها كتير مأساوية تشبه شوي موضوع وديعة والسوف. بمناسبة العزاء بمجمع القائم بالضاحية كان موجود الحزب عدد من القياديين بيناتهم المعاون الأمين العام حسين خليل، وأثناء العزاء صار في خلوة بين الياس بوصعب وألاعون مع الحاج حسين. هلأ حتما ما راح يكون كل الحكي اجتماعي، بس هذا جزء، وهذا التواصل موجود على مستوى الحزب والتيار بأكثر من اتجاه، ولكن تواصل رسمي السياسي الرسمي لحد هلأ مش موجود. ما بيعني هذا أنه التفاهم بخطر، التفاهم إذا بدك قائم، ولكن بانتظار ما ستنجلي إليه اللقاءات اللي مفترض تصير بين الجانبين في الأسابيع المقبلة. استاذ جان، ربطا بالحديث عن المواصفات وعن الموضوع، يعني مثل ما بنعرف يعني كان في مقررات، طالما عم نحكي عن بكركي وعن العلاقة بين بكركي وحزب الله، بنذكر مقررات بكركي بال 2014 يعني أثناء فترة الفراغ الرئاسي قبل مجيء الرئيس عون، يعني بوقتها كان في أنه يكون الرئيس مقبول ببيئته ومقبول من البيئات الأخرى، وكمان اعتبروا أنه أحد الأربعة تنطبق عليه المواصفات، يعني عون جعجع فرنجية والجميل. طيب هل تغير هيدا الأمر؟ يعني ليش ما نرجع لهيدي المعادلة أو لهذا الاتفاق؟ فينا نخبي الأمور عد ما بدنا، وفينا
نلون ونقنع الأشياء، بس كلنا بنعرف أنه الأمور في لبنان خاصة على مستوى الاستحقاق الرئاسي تبدأ من الخارج وتنعكس ويتم إسقاطها على الداخل. المسألة تكون خارجية في الأول، المشكلة الآن أنه خارجيا لا تحرك. الكلام اللي سمعناه بالأيام الأخيرة عن اجتماع في باريس لم يتأكد، المعلومات تشير إلى أنه لا اجتماع في الأسبوع المقبل في باريس، الأمريكيين غير مهتمين. الرهان حتى لدى البعض على تحريك ملف ترشيح سليمان الفرنجية مرتبط بالحوار السوري التركي، ما حدا يضحك على اللبنانيين، ودخول الإمارات على هذا الخط من بعد اتصال عبد الله بن زايد بالأتراك عشية زيارته دمشق، والاعتقاد بأن خطوة الإمارات منسقة سعوديا مما قد يسمح بالرهان على هذا الأمر. وخليني هون كون دقيق يعني مع حالي قبل أي حدا تاني، حتى حزب الله بيعرف كتير منيح أنه لا هو في جزيرة معزولة ولا لبنان بجزيرة معزولة. التحالف الرباعي بال2005 عقد خارجيا وأسقط، والله يرحمه أنيس نقاش روى بالوقائع كيف إجا السفير الإيراني في باريس وعقد الاتفاق الرباعي. انتخاب ميشيل سليمان انعقد باتفاق الدوحة من بعد الثلاثي الأوروبي. حكومة نجيب ميقاتي بال2011 انعقدت من بعد صفقة إسقاط العلاوي بالعراق ودعم المالكي، وصولا لانتخاب ميشيل عون بسياق الزخم اللي أطلقه الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني اليوم. وبالتالي نحن هلأ بعد ما عنا ولا أي حركة من هاو، الداخل على تشنجاته وعلى انقسامه، فمشان هيك نحن بالمراوحة. نعم. يلي موجودين استاذ حسين، يعني كمان بالعزاء يلي برحيل الصبية آية شرارة اللي هي بنت أخته للسيد حسن فضل الله، للنائب حسن فضل الله، كمان انحكى انه صار كان موجود ايضا لتقديم واجب العزاء النائب نعمت فرام، وكان في حديث لافت كما قيل بينه وبين النائب حسن فضل الله. هل هيدا كمان بينربط بشيء؟ وعم نشوف انه في حركه لنعمت فرام كمان باتجاه معراب، باتجاه البحث عن خطوط رئاسيه جديده والى ما هنالك. هلا بما يخص العزاء ما عندي معلومات تقول لك انه بعرف او ما بعرف شو صار بالحكي بينه وبين النائب حسن فضل الله، ما بعرف. بس لانه كنا عم نحكي عن قصه، لا لا يعني بعرف انه كان موجود وكان والحاج حسين خليل، بعرف هذيك المساله مختلفه، بس ما يعني ما بعرف انه كان موجود، بس ما بعرف شو صار بالعزاء. بعرف انه نعمت فريم حتى باللقاء اللي صار مع رئيس حزب القوات بعرف انه هو عنده رغبه بالترشح للرئاسه الجمهوريه، هو جزء من اجتماع الثلاثاء اللي هو لبنان الجديد، وبالتالي لا بعضهم بالبحث عن كود نيم مش عن اسم مرشح. صح، يعني هو الرغبة موجودة عنده، بس بعد ما تبلورت حتى الحكي اللي قاله زميلنا وزير الإعلام سابق بموضوع الحكي عن الخطوة اللي أو المبادرة اللي بدها تطلقها، يعني القوى اللي كانت مجتمعة حول ميشيل معوض، بتصور أنه حتى هاي الخطوة مؤجلة بعده لهلأ. موضوع ميشيل معوض هو الوحيد لأنه عندهم مشكلة معضلة بالموضوع، أنت كيف بدك تعمل تنازل قدام طرف تاني بعد ما حدد مرشحه؟ يعني أنت عم تعمل تنازل بوج الورقة البيضة، يعني لحد هلأ ما في خطة بي. لا 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 عند ما لا هني عندهم خطة بي ولا الجهة الأخرى عندها خطة بي. جان عزيز، بدي انتقل من الموضوع الرئاسي لموضوع الوفد القضائي الأوروبي الذي سيزور بيروت غدا لكي يتم الاستماع إلى عدد من رؤساء مجالس إدارات المصارف في لبنان، تم تبليغهم وبصفة لأخذ المعلومات وبصفة شهود لسؤال عن تحويلات مالية لشخصيات لها ارتباطات سياسية، مما يدعو البيبس، الشخصيات يلي لها امتدادات سياسية معرضة سياسيا. نعم، المعرضة سياسيا. ماذا لديك من معلومات حول هذا الوفد الأوروبي؟ ماذا سيفعل تحديدا؟ شو مهمته بالتحديد والمسار المفترض سلوكه قضائيا بهالملف؟ في أمور كثير صارت معروفة. أولا أنه هذا الملف انطلق من أواخر 2010 عفوا 2020 مع طلب المساعدة السويسرية يلي وصلت على لبنان بكانون الثاني 21، يعني من سنتين بالتمام. أضيف لها من بعد سنة وشوي طلب مساعدة فرنسي ألماني ولوكسمبور، وهودي الثلاث دول يلي هلأ مشكلين. هل كانت الوزيرة ماري كلود نجم هي يلي فتحت هذا الباب؟ لا 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 بوحي من رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون؟ لا إطلاقا،
البداية كانت بسويسرا نتيجة مساعي بعض المنظمات غير الحكومية. هلا يومتها قيل انه في جزء من الوثائق مزورة وهذا ثبت، وقيل انه في جهات سياسية كانت خلف المنظمات الحكومية كمان ممكن، بس المهم انه انطلقت التحقيقات واجا طلب المساعدة. هلا ليش وصل الوفد القضائي لهالمرحلة؟ لانه كمان هي ازمة المؤسسات في لبنان. القضاء اللبناني منذ أذار الماضي، أذار 2022، وضع يده على الملف. ب9 نيسان 2022 مدعي عام تمييزي ادعى بالملف، حوله للنيابة العامة الاستئنافية. النائب العام الاستئنافي بحزيران طلب التنحي، محكمة استئناف بيروت رفضت طلب التنحي واعتبرت انه من مهامه يكمل، انما ما كمل بالملف. اضعنا 6 شهور مما سمح للقضاء الاوروبي انه ينطلق. لو انه لبنان كان القضاء اللبناني مستمر بهذا الملف، كان طلب المساعدة بيكون عنده بعد اخر وشكل اخر ونتائج اخرى. اما لانه لبنان ما تحرك بهذا الملف، الزيارة اللي عم بيعملها الوفد القضائي الأوروبي أخذت هذا البعد. بالوقائع، هل في عندك أسماء بالوقائع؟ بالوقائع واضح صار أنه بيوصلوا ب9 شهر، إنما الاستماع ما فينا نسميها تحقيقات بلش من 16 إلى 20 بمكتب النائب العام التمييزي. المعنيين هن 5 مصارف لبنانية، مش كل المصارف، 5 مصارف لبنانية معنيين بالتحقيق، إضافة إلى موظفين في المصرف لبنان، المصرف المركزي. البحث سيتركز تحديدا حول حركة الأموال للفروع الغربية لهذه المصارف. يعني المصارف المراسلة، مش بس المصارف المراسلة، مصارف مراسلة زائد فروع لإلهم بدول خارج لبنان. السؤال أنه طيب هذه الحركة المالية ما مرقت بمصارف غير لبنانية؟ كان الجواب الأوروبي بلا، مرقت بمصارف غير لبنانية. هل تم التحقيق مع هذه المصارف غير اللبنانية؟ هذا أمر خاضع للسرية، أما ما يتعلق بلبنان غير خاضع. إضافة إلى بس هني لوين بدون يوصلوا؟ يعني لوين وصلوا؟ ما هيدا واحد بده ينطل لأنه ما في. بس إضافة للخمس مصارف زائد الموظفين، هناك مشتبه به يعني بسلسلة الأسماء والأسئلة اللي بعتيناها، هناك شخص واحد مشتبه به. هلا ما بعرف ليش تم الإشارة له بهذه الطريقة، هو من آل عون، بس أكيد ما له علاقة لا برئيس الجمهورية السابق ولا حدا تاني. إنما هناك حركة مالية قد تكون بين بيروت ولندن مرتبطة بهذا الشخص. الشخص وهو شو صفته؟ شو منصبه؟ ما في أي معلومات، حتى مش معروف بعد إذا مقيم في لبنان. إيه بس يعني هو هو موظف موظف بأحد المصارف، مش معروف حتى إذا مقيم في لبنان. لا بس قصدي يعني تيكون في حركة، ما بيعرفوا شو هو، ما بيعرفوا وين هو. بس كان في حركة مالية مرتبطة فيه أو حدا من أفراد عائلته. حكى أنه مستشار بأحد المصارف، ما مش أكيد هذا مش الأمر. أكيد هذا. على جانبه، على هامش الزيارة، بنعرف أنه في طلب فرنسي كمان لمساعدة قضائية بملف انفجار بيروت، انطلاقا من كون بعض ضحايا الانفجار فرنسيين. لذلك ضم الوفد أيضا قاضي فرنسي، لأنه كان تقدم بطلب مساعدة بتحقيقات الفرنسية لدى القاضي طارق بيطار يلي هلأ أكيد ما عم بيقوم بمهامه. رح على الأرجح أنه يقابل القاضي المعني بالملف اللي هو صبوح سليمان بعتقد، لمتابعة ملف مرفق بيروت من ضمن المساعدة القضائية اللي طلبها القضاء الفرنسي، انطلاقا برجع بقول من كون فرنسيين ضحايا. هل في سياسيين حولوا أموال عبر هذه المصارف ولهيك اختاروا هالخمس مصارف؟ بعد الأسماء اللي انبعتت والأسئلة اللي انبعتت لا تشمل أي اسم من البيبس، من الشخصيات المعرضة سياسيا. هل هذه خلينا نقول المعلومات الأولية ممكن توصل أنه تكشف بعض الأمور؟ ممكن، لأنه كلنا بنعرف بشكل رسمي وموثق حتى من قبل الجهات المصرفية والقضائية أنه في 1.7 مليار دولار خرجوا من بعد 17-20 بشكل غير مؤكد، في بيناتهم يمكن 600-700 لحسابات مصرفية، الباقي لا. بس بوقتها خلينا كمان نقول بوقتها هذا الخروج كان قانوني، عدم خروج أموال المودعين ما كان قانوني، فمشان هيك المسألة دقيقة وبدنا ننطر خواتيمها. حسين أيوب،
يعني بينحكى عن الوضع السياسي، عن أزمة الفراغ الرئاسي، بينحكى عن الوضع الاقتصادي والمعيشي، عن أزمة المصارف، عن المودعين وإلى ما هنالك. أيضا بينحكى البعض يتحدث عن اضطرابات أمنية قد، يعني ماذا عن الوضع الأمني في البلد؟ لا، ما بعتقد في خوف أمني كبير، يعني أنه الانفجار أو شيء يعني حدث أمني كثير كبير. التوترات الأمنية طول عمره لبنان على خط التوترات الأمنية، تصير حوادث أمنية بتصير حوادث أمنية. هلا الشيء إذا بدك ممكن الواحد يتوقف عنده، وهي بنحكي عنها بالحلقة المقبلة شوي بالتفصيل، وفي مجموعة حوادث صاروا، يعني من حادثة خلينا نقول رماش قبل حادثة الأشرفية، حادثة بريح. بريح ما ركز عليها الإعلام بليلة بين الميلاد ورا السنة، فجأة كل بيوت المسيحيين انرسمت عليهم جماجم بالليل. وتعرف بريح يعني رمزية إلى بريح بالشوف، يعني قصة كتير حساسة وخطيرة. احتمالات دائما ينحط ملف مثل ليسا وبهالمعنى ينحط دائما على الطاولة. هودي هل في شيء قاسم مشترك بيناتهم هول الحوادث؟ هذا للبحث صلة، يعني بنحكي فيه إذا بدك المرة الثانية بالتفصيل. ما في خوف على الوضع الأمني، مثل ما قلنا المرة الماضية الجيش قدر بالمساعدة القطرية اللي قدر من خشال منها 20 مليون دولار بعتقد للطبابة، قدر ريح الجسم العسكري كله. هلأ في مساعدة جاية كمان لقوى الأمن الداخلي، كمان ممكن تساعد هاي المؤسسة كمان ترجع تستعيد بعض الناس اللي فلوا إما استقالة أو بالفرار. هذا كله مؤشر إيجابي. هلأ المساعدة القطرية كان مقدر لها أنها بتنتهي بتصور بالربيع، يعني بتخلص، لأنه هني عم يصرفوا 5 مليون دولار كل شهر على الضباط والعسكريين، عم يعطوهم 100 دولار. هلأ في الصيغة في شيء قدموه الأمريكان، ومش رح يقدموه مباشرة، طالبين الأمريكان يقدموه من خلال الصندوق تبع الأمم المتحدة. هلأ القطريين وقت اللي كانوا بدهم يقدموا المساعدات للجيش طلبوا لوائح اسمية بكل أسماء الضباط والعسكر وحتى الموظفين المدنيين بالجيش، تهني يراقبوا اللوائح ويحطوا على أساسها موضوع كيف بدها تنصرف. رفض بوقتها قائد الجيش أن تسلم هذه اللوائح إلى القطريين وصرفوا المبلغ القطريين. هلأ اللي صاير نفس الشيء، تكرر السيناريو هو ذاته. طلبوا الأمريكيين أنه قبل أن تصرف هذه الأموال عبر الأمم المتحدة بدهم لوائح اسمية بكل ضباط وعناصر الجيش اللبناني. هل سلم الجيش هذه اللوائح أم لم يسلمها؟ هل سيتصرف الجيش مع هذه المطالبة الأمريكية كما تصرف مع المطالبة القطرية؟ ما عندي معلومات عن هذا. ما انحسمت بعد؟ ما عندي معلومات. عندك معلومات سيد جان؟ الموضوع علي مش عند الأمريكيين، علي عند الأمم المتحدة. كان الآلية بدها تصير عبر شيء بالأمم المتحدة اسمه UN OPS يلي هو Operation Project Service. المشكلة أنه صار بلحظة التنفيذ صار في ملفات فساد بهذا المكتب بالأمم المتحدة مما أخر الموضوع. بس أكيد من دون ما نتساءل بعتقد أنه كل ما هو سيادي وأمني يتعلق بالمؤسسة العسكرية لا يمكن أن تفرط به قيادة الجيش. أنا بدي أشكركم حسين أيوب وجان عزيز على هذه الإطلالة الليلة اللي مثل العادة غنية بمعطياتها وبمعلوماتها. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا. بعد الفاصل الإعلاني أستقبل رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب الدكتور فريد البستاني. ونتابع حلقة الليلة من هلأ شو. أستقبل رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب الدكتور فريد البستاني. دكتور بستاني مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. كل سنة وأنت بخير. وأنت بخير. للحضور وللمشاهدين إن شاء الله سنة تكون أحلى. دايما بنتأمل أنه تكون أحلى، بس بآخر ثلاث سنين يعني عم نتدركب لورا، فإن شاء الله تكون 2023 فاتحة خير. دكتور بستاني، بحوارنا نحن وياك بهذه الفقرة أو في هذا المحور من حلقة الليلة بدي أحكي سياسي واقتصاد. سياسي أكيد ما له علاقة بالكهرباء الحكومية اللي صايرة
بالملف الرئاسي والفراغ الرئاسي. اقتصاديا حضرتك رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، وحضرتك دايما بتقول انه عندك خطة اقتصادية لو بتم اعتمادها كنا بنوصل لحل بدون كترة بحث حول كل هذه الامور. بداية خليني ابدأ بالجولة مكهرب على خلفية الكهرباء بين رئيس الحكومة والتيار الوطني الحر والوزراء. سابقا قلت انه مع احترامي لدولة الرئيس مئاتي الا انني لا ادري لماذا يقوم بهذه المواجهة. اذا كان يريد تسيير الامور فالمراسيم الجوالة كافية. هل ترى انه الرئيس مئاتي هو المسؤول عن هذه المواجهة؟ يعني هو برأيه عم بيسيسر امور الناس بينما الاخرين عم بيهجموا عليه. كلهم مسؤولين جورج. خي هيدي المشكلة مش مشكلة واحد او اثنين، هيدا جو هيك، هيدا الجو بالسلطة الإجرائية والجو بالمجلس النيابي. في مشكلة، في مشكلة كوميونيكيشن بتوين كل هالناس المسؤولين عن تسيير أمور الدولة. أنا أكيد أنه بحكمة الرئيس مئاتي كان بيقدر يعمل حوار أكتر مع كل المكونات. أنت جورج ما فيك تستثني مكون كبير مثل تكتل لبنان القوي، لأنه في بينك وبينهم حساسية. وقت بتكون بخدمة الشأن العام تنسى القضايا الحساسية. يا ما أنا بشغلي في حساسية مع ناس بس أنا بتعديها وبفتح خطوط تواصل. بس هن بالمقابل يعني ليش هو بده يكون مسؤول عن فتح خطوط التواصل بالوقت اللي بيعتبر أنه هو عم بيقوم بمهماته؟ لأنه هو رئيس يعني هو حكومة. رئيس حكومة ورئيس الحكومة هو الذي يعني يدعي، هو اللي بيدعي لجلسة مجلس وزراء إذا شاف أنه في بنود ضرورية، وهو بلاقي أنه في بنود ضرورية لها علاقة بتسيير أمور الناس، بصحة الناس بالجلسة اللي سابقة اللي صارت، وهلأ بموضوع الكهرباء. يعني العتم، يعني الناس قاعدة على العتم وقاعدين عم نلتهي بالحرب الكلامية وبالسجلات وبحرب النكايات يعني بين رئيس الحكومة وبين التيار الوطني الحر. وقفوا النكايات، خلينا اليوم ننتخب رئيس جمهورية، هاي الأولوية. بتصور انه نحن اليوم بسنة جديدة هاي له هو المسار اللي لازم نمشي فيه. هلا اكيد جورج حسب الدستور في اشياء يعني كتير مهمة تقتضي انه الحكومة تجتمع. انا معه نعم، ولكن بده يكون في توافق. هديك المرة انا دعيت لدولة الرئيس، يا اخي انت بدك تعمل هالجلسة قبل الظهر، عملها بعد الظهر، وقبل الظهر عمل تشاور، عمل تشاور بعد الظهر. فليه ما بتتشاور قبل بالنهار بالقلب يعني انت ليه ما بتتشاور قبل بالنهار وبتسمع اراء الوزراء؟ ما زالك انت اصلا تصريف اعمال وحكومه مستقيله، يعني شوي خلي يروق علينا. انا بدي اياه ينجح، لانه اذا بينجح بتنجح البلد. في كتير عنا امور، انت عم تحكي على الكهرباء، في كتير امور لازم تنعمل. يعني اليوم نحن عشية هذه الأزمة، واللي عم بينحكى أنه قد يدعو الرئيس مئاتي إلى جلسة. أنت اليوم ماذا تقول لرئيس الحكومة من موقعك كنائب؟ أنا بدي أشوف الجدول. أنا حقلك اليوم أنا كنت بلقاء بسبلين وتلاقيت وزير العمل وقلت له أنه ضرورة تصحيح الرواتب بالقطاع العام والقطاع الخاص، عيب نكفي بهالطريق. وقال لي انه نقلل نهار الجمعة بهالاسبوع رحت يقروا هالموضوع الشائك. وانا بوجه تحية الوزير بيرام والوزير محمد شقير يلي هو رئيس هيئة الاقتصادية عم يشتغلوا كتير عليها، ونحن كهيئة اقتصاد ولجنة فاعلة منأيد هالموضوع. فهيدا موضوع، لانه جورج هيدا بيأمن شبكة الامان الاجتماعي. انا عم بسمع هون من حضور بالاستوديو انه في صرخة على هالموضوع. اليوم مزبوط انه رح يكون بين الراتب المينيموم 5 ملايين والبدل نقلبين كم توصل لسبعة مليون، بس ما ننسى انه الدولار صاير وين بال45. يعني شو ما عملنا الدولار عم بيسبقنا، بس خلينا نعملها ونرجع منزبطها بعد شوي. نعم دكتور بستاني، قلت انه الحل، طبعا الكل بيعرف انه الحل يبدا بانتخاب رئيس للجمهوريه. نحن اليوم على ابواب الجلسه ال11 لانتخاب الرئيس، ولا رئيس يلوح في الافق.
كيف ممكن نوصل للخروج من هذه الأزمة؟ ما هي خارطة الطريق اللي لازم تسير؟ حضرتك نائب عم تنزل، أنت بتكتل عم بتصوتوا بورقة بيضة، شو لازم يصير؟ لك القصة أنه هو السيستام عم يشتغل فيه غلط. أنا شاطر رأي زميلي نديم جميل اللي قال أنه لازم اللي بدهم ينزل يترشحوا علناً ويكون عندهم بروجرام شو بدهم يعملوا ويتم مناقشة هالبروجرام مجلس النيابي. بس لازم يكون في تعديل دستوري إن الله راد بالمستقبل لازم ينعمل، لأنه شو هالتهريج هيدا؟ اليوم عندك مرشح اللي هو زميلي ميشيل معوض يلي أنا بحييه لأنه عنده جرأة إنه ترشح وقدم برنامج. بتحييه بس ما بتصوت له. ما بصوت له لأسباب. أنا مع الاعتدال. هلا في عندك مرشحين ما بعرف إذا هن مرشحين أو لا، لم نعرف شو برنامجهم، ومنعرف إنه هؤلاء محترمين جدا وأنا بكلنهم كل احترام، بس أنا بدي ناقشهم. أنا إذا بدي أعطيهم صوتي بدي ناقشهم بشو هو البرنامج تبعهم. طيب عندك ثلاث أسماء، يعني في ميشيل معوض اللي هو مرشح فريق سياسي معين، في عندك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية اللي هو أيضا مطروح كمرشح جدي وهو زعيم ماروني يعني، وفي عندك قائد الجيش اللي عم ينحكى أنه أيضا قائد الجيش قد يكون هو أيضا الأوفر حظا. طيب يعني هالثلاث أسماء، هل ترى أنه في اسم معين منهم هو الأقرب، أو في اسم معين قد يكون هو صاحب الحظ الأوفر؟ يعني بهالخارطة الثلاثية شو بتشوف؟ أنا عضو تكتل. أنا قلت أنه بس يتم قرار لشخص معين أنا باخد قراري، أنا مستقل. ولكن إذا التكتل اليوم عم بينطرح عدة أفكار، يا بياخدوا حدا من قلب التكتل أو التيار، إذا هيدا التوجه أنا رح صوت لجبران باسيل. إذا جبران باسيل مش نازل بالانتخابات أنا رح فكر مين بنتخب. إذا بدي انتخب لحدا من الثلاثة اللي أنت عم بتقولهم بدي أعرف شو برنامجهم. أنا كاقتصادي اليوم شو هي الأولوية؟ أولوية اقتصادية مالية، ما رح صوت هيك على العمياني. أنا بدي ناقشهم، أنا عندي مخطط، بدي أشوف اسمع شو هن المخطط تبعهم. أنا اليوم بكل احترام وبتشرف أنه أكون رئيس لجنة الاقتصاد، ولكن أنا بحكي باسمي. أنا بدي ناقشهم بهالخطة وشوف قديش الفترة الزمنية. نحن اليوم مش بأفكار، نحن عملنا خطة ماكنزي بال2017 حطيناها بالجارور. يعني حضرتك مع رئيس اقتصادي، يعني مع رئيس ذو وجه اقتصادي إذا بدنا نقول، يعني مبدئيا يعني بصراحة شو هي الأولوية؟ الأولوية اقتصادية، ولكن هيدا إذا التوجه العام خارجيا وداخليا بيقتضي أنه ما يكون اقتصادي يكون بغير هيدا، أنا مستعد للمناقشة. حضرتك عم بتقول أنه أنت بتصوت لجبران باسيل لأنك أنت صحيح مستقل، ولكن أنت بتكتل لبنان القوي الذي يرأسه جبران باسيل، ولكن إذا كان في خيارات تانية غير جبران باسيل أنت تعود إلى استقلاليتك. طبعاً قد طبعاً تسير بتوجه الكتلة وقد لا تسير فيه. طبعاً طبعاً. اليوم الوزير باسيل رافض ميشيل معوض وسليمان فرنجية وقائد الجيش، بالمقابل ما عم بيطرح لنا أسماء، يعني لحد هلأ كتكتل ورئيس التكتل ما عم بيطرح اسم. لأيمتى رح تضله بدون اسم حسب معلومات؟ ليك جورج، عم بيتم التداول بأسماء، وأنا كنت حاضر بكم اجتماع، وحتى اليوم الضيفة كان عم بيقول إنه إيه بزيارات الوزير باسيل لقبطة البتراك صار في تداول بأسامي. هلا هول كله تداول بأسامي بس ما صار قرار على اسم. بتصور نهار الثلاثة رح يكون في تداول على أسامي، بس مش أكيد إنه رح يكون في اسم معين واحد. لأنه وين المشكلة؟ أنت إذا عينت واحد ونزل على الانتخابات وأخذ 50 صوت، طيب أسبوع اللي بعده 50 واللي بعده 50 احترق، رجعنا على وين؟ زيت الخطة. التفاهم اللي عم بيصير برا إنه يلي بده ينزل من أول ضرب يكون مؤكد
انه رح ياخذ الاصوات اللي يعني برايك احترق ميشيل معوض؟ ما احترق ميشيل، ميشيل جريء وبحييه، بس بدي اقول لك شيء يمكن بدي اقوله انا على الهوى، هو انه لو خي ميشيل بقي بالتكتل كان اليوم رئيس جمهوريه. ايش؟ نعم. لو بقي بتكتل لبنان القوي نعم. كان اليوم رئيس جمهوريه؟ نعم. نعم. يعني هل لانه هل مستقل، هو مستقل وافكاره مستقله. ايه بس لو مثلي انا افكارنا نحن مستقلين. بس لو بقي بالتكتل هل كان سيقبل الوزير باسيل بانه يرشحه او انه كان حظوظه اكبر؟ طيب بس يمكن كان الطرف الاخر ما قبل فيه، ما بتعرف، بس انا عم بقول كانت حظوظه اكبر. بالنسبه للوزير فرنجيه وقائد الجيش، لك قائد الجيش انا ما بعرف شيء عنه اقتصاديا او ماليا او اداريا، ادارته للجيش هي منيحه ممتازه. الوزير الفرنجيه نحن نعرف عنه من زمان وقت كان وزير، وهو طبعا زعيم وطني. انا بحب اسمع برنامجه، مش ببرنامج تلفزيوني، مع احترامي كتير لحضوره التلفزيون، بس بحب انا ناقشه. لهيك قلت اذا مناقش بالمجلس بيكون عنا هيك نظرة كبيرة لكل شيء عم بفكر فيه. نعم. هل صحيح انه في عدد من النواب قالوا لك اذا وصلنا للجلسة العشرين وما انتخبنا رئيس جمهورية بدنا نرشحك؟ يعني هل دقيقة هالخبرية، هل عندك حظوظ بالرئاسة انت بتكتل ومستقل؟ لا ليك جورج، الحقيقة هي انه كل انسان ماروني عنده شيء بيقدر يعطيه لهالبلد واجباته يترشح. فانا يعني هيك نحن بتعرف دائما انا والنواب بنحكي بالمجلس، ايه صار هيك حديث، صار هيك حديث، بس انا ماني طامح لهالمنصب، وانا مستعد انه مين ما بيترشح لهيك منصب بدعمه، لانه نحن بدنا ننجح الفكره وننجح البلد، منا قصه منافسه او مبارزه. انا اكيد عندي القدرة انه اقوم بهالمهمة، ولكن انا بدي بفوت باجماع او اجماع نسبي، ما بدي فوت ب30 و35 صوت ونرجع بذات القصة اذا مش اكيد انه رح اقدر امرق. ايه ما بدي اعملها. طيب بده يبدأ الاجماع من وين؟ من التكتل اللي انت فيه؟ من عدة أطراف. ايه بس التكتل، أنا عندي علاقة منيحة مع كل مكونات المجلس ومع كتير من التغييريين أو المستقلين. طيب في بحث يعني أنا ما هل هناك يعني بحث جدي بهالموضوع هيدا أو بلش البحث بهاي النقطة؟ المجالس بالأمانات أنا ما فيني أحكي عنها اليوم. على الأقل بالتكتل تبعك، يعني إذا بدك تبلش من التكتل تبعك، عم بتقلي إنه قد يطرح أسماء نهار الثلاثة، خلينا نشوف مين رح يطرحه. هل رئيس التكتل بالجو إنه قد يطرح اسمك أو يكون ما اسمك؟ أنا ما حكيت بهالموضوع معه، بس أنا ناطر أكيد هو عنده طرح، يمكن مش بواحد، يمكن يطرح ثلاثة ونرجع نحكي بواحد، بس أكيد نهار الثلاثة في شيء. إلى أي مدى الرئاسة في لبنان هي تسوية خارجية؟ يعني عم نسمع أنه في مؤتمر، في حراك فرنسي قطري أمريكي سعودي، ماذا عن الدور الإيراني؟ وللأسف أنه أكيد كل عمره في مرحلة بتبلش خارجية وبعدين تجي لعنا، وهون بيصير نقاش محلي، هيدي الدوحة والقبلة واللي بعدها. أنا بتمنى لبنانة الاستحقاق، وإذا لبنناه وزحناه عن المشاكل بين إيران وتركيا والدول العربية، إن الله راد منجيب حدا توافقي تتقبله كل الأطراف الخارجية وبيكون حريص على سيادة لبنان. هل سهلة هذه العملية؟ يعني هذا الكلام كلام جميل، ولكن هل تطبيقه متاح؟ متاح بظل كل شيء عم نعيشه نحن؟ طبعا متاح، نحن كل شيء وصلنا له اليوم هو من ايدنا. طبعا الانهيار الاقتصادي والمالي ما اجى هيك من المريخ، هو لانه صار في سوء اداره لهالدوله على فتره 30 سنه، واليوم الدخول الاجانب على الخط هو لانه نحن داخليا ما عرفنا ندير
شؤوننا. فأكيد الرئاسة الجديدة رح تجي رح تغير منحى الدولة داخليا وخارجيا. بس مين بيضمن؟ يعني الرئاسة السابقة يعني رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون اجا بطرح انه الرئيس القوي والرئيس الاصلاح والتغيير والرئيس الذي سيعيد الحقوق والى ما هنالك. شفنا العهد كيف انتهى وشفنا شو صار وشفنا الوضع الاقتصادي والمعيشي والسياسي وكل شيء. يعني مين بيضمن انه العهد اللي جاي رح يحمل معه حلول؟ ليك استاذ جورج، انا اول ما جيت ب 18 كنا عم نعمل الموازنة، قلت له انه البلد متعسر ماليا، ما لنا شيء جديد انه فرد مرة عرفنا. الموازنة اللي عملناها من كم شهر بتقول انه نحن سكجناها تسكيج، كل الارقام تقريبا انا برأيي الاقتصادي انه وهمية، بس هيدا الافضل اللي كنا فينا نعمله. هلا نحن اليوم عم نشتغل على موازنة 2023، اذا طمحين لنمو اقتصادي ب5% بتصور انه نحن على طريق صحيح. نهار الثلاثة جورج عنا قانون اعادة هيكلة المصارف، هيدا قانون كتير خطير، خطير جدا، لانه في تزامن اليوم بين الكابيتال كنترول وعادة هيكلة المصارف، خطة التعافي، هول ثلاثتهم في إلهم علاقة بين بعضهم. انا بحب اقول من هالمنبر انه انا ما بقبل انه يصير في هدر لاموال المودعين، وما في جورج واحد عنده حساب تحت 100,000 واحد فوق 100,000، الحق حق. فانت اليوم الدولة اللي هي المدينة بتجي بتطير له حقوقه للدائن، وين هالخبرية هيدي؟ هيدي نكتة، هيدي ما بتنعمل، هيدي اذا عملتها نسي الاقتصاد الحر، نسي انه حدا يجي اليوم يستثمر بالبلد. فلازم نوقف عن جد سدا منيعا بوجه كل هالأفكار التدميرية للبلد، بيؤدي انه نحن صرنا اليوم اقتصادنا مرهق بالضرائب. كيف يا عمي انتو بدكم تديروا اقتصاد وعجلة اقتصادية وانت حطيتوا الضرائب على المؤسسات وعلى الافراد؟ الدول اللي بدها تبرم عجلتها الاقتصادية بيشيلوا هالضرائب، بيعطوا اشياء مثل ما عملوا بمصر، مثل ما عاملين بقبرص، مثل ما عملوا بعمان، لكن نحن الصناعيين عم بيفلوا. على كل حال يعني بموضوع اللي بده يصير نهار الثلاثة، بموضوع الكابيتال كنترول، بموضوع إعادة الانتظام المالي اللي بدها تبحثها لجنة المال والموازنة رح نحكي فيها، ولكن قبل بدي أتوقف عند كلام لك بتقول إنه المطلوب القيام بأمور بسيطة ولكن سريعة طبعاً لوقف الانهيار، لأنه الخطط الكبيرة بدها وقت وما فينا ننطر أكتر. طيب هاي الأمور البسيطة والسريعة اللي لازم نقوم فيها شو هي؟ وطالما في أمور بسيطة وسريعة، ليش ما بيتم اعتمادها؟ عظيم. شو هي؟ أكيد. أول شيء الكهرباء. يا خي شيلوا لي هالكهرباء، من قصة بين مئاتي والوزير باسيل، في ضرورة اليوم إنه نحل قصة الكهرباء بأسرع وقت. كيف؟ ما في صناعة بده. لا ليك، نحن هلأ ماضين هول السل 3,000. طيب وقت اللي اجوا عند وزارة المال وقفوا، نحن قاعدين بالعتمة، كنا عم نقول رح نعطيهم 10 ساعات، هلا صرنا نقول بنعطيهم 4-5. لك الشعب قبل ب4-5 وبعدنا نحن مناكفات بين بعضهم. كهرباء منجيب شركة من برا، وصار في حديث مع سيمنز وغير سيمنز، ومنسلمهم هالمشروع ونطلع منه. بقى عم بيقولوا لي اليوم من وقت شو ما يعني بلش خصخصة؟ خصخصة يعني اكيد حضرتك مع خصخصة القطاع. طب القطاع أنا إذا قبلوا فيه، لأنه ليك ما هي هي يعني ما وقت اللي بتخصخص بده يكون القطاع هو ماليا ساوند، يعني واقف على إجري. نحن لا، بس في الألمان أبدوا الرأي أنه بيقدروا يساعدونا. لازم تنحل قصة الكهرباء، ما في كهرباء جورج ما في صناعة، هذه لازم تنحل. بس لازم تنحل، بس بدنا الطريقة، والطريقة في عليها خلافات. والطريقة كل حدا بلاقي فيها جانب إيجابي وجانب سلبي بكل شيء فيها الحياة. بس عم تطرح قصة، عم تطرح قصة إنه لو نهار اللي بيكون في رئيس للخارج، نهار اللي بيكون في رئيس وحكومة شرعية ومجلس نيابي عم بيتعاون معهم، مشكلة الكهرباء بتنحل. لك العالم كله فيه كهرباء، حتى دول اللي منحبها مثل الصومال والسودان وغير دول عندها كهرباء إلا نحنا. تفضل طلع الجبل وشوف
في هالسقعة على العتم قاعدين عيب. طيب بس كيف بدها تنحل؟ قلت لك بدنا نجيب مع من شركات عالمية ونعمل شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال بناء. نحن ما قدرنا من خلال بناء لا درناها صح ولا عرفنا نعمل جباية صح ولا وقفنا الهدر. هيدا فشل، لازم نحن نطلع منه بقى. شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وبناء معامل يعني. طبعا الشغلة الثانية، ما في عنا يعني وعود من 10 سنين وأكثر إنه 24 على 24 ومن قبل الوزير باسيل والوزراء اللي تعاقبوا بعد ما وصلنا لحل، ما وصلنا يعني لحل بيتحملوا مسؤولية. طبعا كلهم بيتحملوا، كمان وزارات المال اللي تعاقبوا هن كمان وقفوا الخطة، صار في مناكفات هيدي بدها توقف. نعم، لأنه مشكلة الكهرباء بدها تنحل. تاني شغلة، بدنا موازنة بال2023 تكون موازنة علمية وعملية. نحن عملنا موازنة هي أرقام وهمية، لا في قطع حساب ولا في استثمار. كانت هالموازنة الأفضل أو أسوأ من الأسوأ أكتر. أوكي، هيدي بدنا نشيل منها فرسان الموازنة، لأنه أنت بدك تعمل موازنة ما بدك تشرع قوانين، وإلا بتروح معك مثل ما رحت معنا 6 أشهر. لا، بدنا نعمل موازنة علمية، وهالموازنة تكون على قدر المستطاع فيها سياسة لتوحيد الصرف. اليوم كل نهار نحكي توحيد سعر الصرف، يا خي هيدي يعني السياسة النقدية شو هي؟ أعجوبة لكل الدول عندها سياسات نقدية، شو ناطرين نحن؟ نحن اقتصادنا كتير صغير، ليه ما فينا نوحد سعر الصرف؟ شو كانت مشكلة الموازنة؟ ما في سعر صرف، سعرنا على سعر تاني يوم صار طلع 20. طب مين المسؤول عن توحيد سعر الصرف؟ ليش ما وحده؟ لا، انه لازم سعر الصرف يجي من وزارة المال ومن من المصرف المركزي. وليه مش عم لانه ما بيتفاهموا مع بعضهم. نعم. طيب هلا صار في الدولار الجمركي اللي رح يتم اعتماده ابتداء من الشهر، هل هو على طريق توحيد سعر الصرف؟ ليك هيدا غير موضوع، هيدا موضوع ضرائبي. بس نحن بحاجة للدولار الجمركي. الدولار الجمركي بجيب إيرادات للدولة، نحن بحاجة لهالإيرادات لدفع مصاريف الدولة والرواتب. ثالث شغلة هي إعادة هيكلة المصارف. لأنه ما فيك تجي تقول بدنا، عم بخبروني بقصة توزيع الخسائر. يا خي إذا أنا مودع وحطت الأموالي بالمصرف، مينك أنت لتجي تقلي بدي حملك خسارة؟ ما بتزبط. أي. ما بتزبط تحميل الخسائر، لأنه هيدي خطة ستاتيك يعني واقفة. بدك خطة تكون ديناميكية فيها اقتصاد حتى نرجع ندفع العجلة الاقتصادية لحتى نحقق نقلرات 5%. بدنا نجيب إيرادات للدولة، مش بس بالضرائب. بالضرائب هيدي بتخفف الإنتاجية وأرباح، بدنا نزيدها بخطة اقتصادية. بدنا نعمل إعادة جدولة الديون. ما حدا بيحكي عنا، لك يا عمي ما نحن تخلفنا بشهر 23/20 عن دفع الأوروبون سندات الخزينة، وين صاروا؟ كان لازم دغري بعدها بحكومة حسان دياب انه نرجع نشتري هالأوروبون بسعر منخفض حتى نخفف من حمل الدولة للديون. في عنا كتير سندات خزينة لازم تكون، مش بس إعادة دفعة، إعادة جدولتها، لأنه نحن إذا جدولناها على 4 أو 5 سنين فينا نحملها. في عنا شغلة اليوم عم بيحكوا باد بانكس وجود بانكس، شو الحكي هيدا؟ إذا أنا حطيت مصرياتي مثلا بهالمصرف وطلع من حظي إنه باد بانك، شو بيصير يعني؟ وين الدولة تحميني؟ فأنا ضد هالمشروع هيدا يلي بيحكي عن باد وجود، لأنه بالنسبة لصاحب الحق everything is good. أموال المودعين هيدي المهم، مقدسة. أموال المودعين كيف بدكم تضمنوها؟ أوكي، هيدا وهي ضايعة يعني، تحميل الخسائر هيدا موضوع شائك، وبالآخر الناس خايفين يطلعوا هن يعني يطلعوا هن كبش المحرقة. ليك ما في مودع صغير وموعد، المودع هو مودع. إذا أنا كنت أخذ مثلا تعويدي وقابض شي 250,000 دولار، هيدا جانا كل عمري، تجي بتقلي أنت أي فوق 100,000 هيدا حظك؟ لا حبيبي، لا ما بتزبط هيك. فلازم نحنا
نتأكد أنه هالأموال شرعية، وإذا كانت شرعية وما فيها فساد بدنا نحافظ عليها. طيب بدنا نحافظ عليها، بس هل بعدها موجودة؟ موجودة، ما المشكلة؟ موجودة. ما المشكلة أنه يمكن طارت ما عادت موجودة؟ مين هيك مين عم بيقول؟ مين هنن عم بيهبطوا حيطان علينا؟ بس مين لأنه كل مرة بتقول هيك بيقولوا هيك بيركض المودع بصير يسحب الميتين دولار أو بدهم يلولوا. بس دكتور مين بيضمننا أنه بعدهم موجودين هالأموال والاحتياط الإلزامي عم بينزل؟ الدولة وما في كلام واضح أنه يقلنا هل هالمصريات تبع هالناس بعدهم ولا طاروا؟ هو كيف بيقول أنه طاروا؟ إذا اليوم في عنا مشكلة سيولة بيقول قديش فينا ندفع. هلا نحن مبارح بالقانون الكابيتال كنترول قلنا مينيموم 800 دولار بالشهر، يعني حطينا سقف، ما قلنا انه ماكسيموم 800، قلنا مينيموم 800. هلا يلي ما فيك تدفع جورج بدك تجدوله، ونحن عم نحكي بعدة حلول، بحلول صندوق سيادي نحط فيه كل مرافق الدولة. الدولة عندها مصاري وعندها استثمار، أنا مش عم بحكي عن بيعة، عم بحكي عن استثمارها ودفع اسم من ودايع للمواطنين. المواطن بيقبل إذا قلت له ليك أنا اليوم فيني أعطيك هالقد أول سنة والتاني سنة على 5 سنين تنعمل، وانعملت بغير بلدان. بس هيدا هالتهويل كله تعبيط الحيطان لحتى المودع يقبل إنه خيخ أعطوني إياها دخيلكم، أعطوني إياها بالليرة وأنا قبلين. نعم. لا طيب دكتور بستاني سريعا لأنه الوقت عم بيدهمنا، قانون الكابيتال كنترول هل سيولد؟ سيولد أيمتى؟ يعني هلا اليوم نحن ما فينا كان لازم من 3 سنين يصير، يعني انتبه اليوم نحن بوقت ما فينا نشرعه، لأنه بدك تخب رئيس. أول شغلة تخب رئيس لحدر يكون في عنا جلسات اشتراعية، هلا ما في. صندوق النقد هل سينتظر علينا؟ انتظر يعني كتير. صندوق النقد بده إصلاحات، بده قوانين حتى يصير الاتفاق نهائي، وناطر صندوق النقد ونحن بعد ما عملنا شيء. لا عملنا لا 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 ايه بس ما عملنا اللي لازم ينعمل. عملنا اللازم ينعمل. طيب وين الاتفاق؟ وين هلا بتقلي انه المحادثات بطيئة؟ نعم بطيئة، بس كمان هن بيعرفوا انه في صعوبة. كان لازم ينعمل هالقانون كجورج من اول ما صارت 17 ايه، وليش ما انعمل؟ ما انعمل يعني ليش ضل جهات سياسية؟ ليش ضل في جهات سياسية ما بدها تعمله ومماحكات وخلافات لا مش خلافات، لكن شو؟ لانه كان في جهات بدها تحول مصاري، وهي الكابيتال كنترول كان بفشل لها مشروع. اها حولت جهات سياسية طبعا، جهات سياسية ومصرفية، ولهيك ولهيك عم نقول نحنا كنا من اول يوم. خلينا ليش التدقيق الجنائي تبع الفاريز كان لازم يطلع من 15 ايلول، هلا عم بيقولوا لي انه بيطلع 15 هالشهر، ورح يتبين كتير اشياء مين اللي حول وكيف تحولت. على كل حال بكره جاي وفد قضايا اوروبي طبعا بتعرف، وبده يستجوب او يستمع، مش يستجوب يستمع لعدد من رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف. نعم. بهدف السؤال عن التحويلات وعن يعني هيدا عم تقول للأسف ليه؟ لأنه قضاء اللبناني ما عمل دوره، لأنه هلأ نحن لأنه صار في عنا تقاعس أو عدم أداء بالقضاء صار في تدخل من برا، بعد كنا أصلا هاي الشغلة قضائية. بس أوكي خلي يجوا يشوفوا الحقيقة، بلكي كمان بيكشفوا شيء عن انفجار المرفأ. نعم كمان بدنا نعرف الحقيقة بالمرفأ. إذا بدنا نحكي عن موضوع يعني بالنهاية سياسيا واقتصاديا في أزمة كبيرة، يعني الأزمة السياسية إلى علاقة بالفراغ الرئاسي، الأزمة الاقتصادية إلى علاقة بانهيار الليرة، بودائع الناس، بالوضع الاقتصادي بالبلد. على هالمسارين برأيك إذا انفرجت سياسيا تلقائيا اقتصاديا بيمشي الحال؟ يعني تلقائيا الاقتصاد بينهض، يما لا وصلنا لمرحلة بدأ إعادة هيكلة عن جديد، بدأ إعادة ثقة، والإعادة الثقة بتبلش بالاتفاقية مع IMF وتنجيب مستثمرين جدد يلي يجوا يحطوا مصاري لحتى نخلق مصارف جديدة تصير فيها دمج أو يعملوا overtaking لبعض المصارف المحلية، وبدنا نرجع نعمل اطلاق لإيرادات رح تجينا ان الله راد من قطاع الغاز والبترول،
وعندنا مشكلتين اليوم جورج، قطاع الصحة وقطاع التربية في انهيار تام. هول نحن خسارة ما فينا نعوضها. فبس أنا متأمل، لأنه ليك شو صار بالسودان، بس قدرت الـ IMF يفوت 20 مليار دولار سلفون. نحن إذا اليوم بيعطونا 20 مليار دولار برمت الدولة ورجعوا المودعين، بس يعني بياخدوا حقوقهم وبتاخد وقت. أنا بدي أشكرك رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني على هذه الإطلالة. شكرا لحضورك معنا، ونتأمل يعني سياسيا واقتصاديا مثل ما عم بتقول، يعني أنت عم تعطي نفحة أمل أكيد للناس أنه يمكن إصلاح الأمور ويمكن إنقاذ ما تبقى. صح، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. ميرسي. مشاهدينا، بعد الفاصل الإعلاني نتابع هذه الحلقة. وبتابع هالحلقة من وهلأ شو في هذا المحور. استقبل في استوديو هلأ شو مدير عام وزارة التربية الأستاذ عماد الأشقر. مساء الخير أستاذ عماد. والصحافي الاقتصادي ومدير موقع المراقب مارون مسلم. مساء الخير أستاذ مسلم. مساء الخير أستاذ جورج. في هذا المحور أيضا سيطل معنا مستشار رئيس الحكومة وزير الاقتصاد السابق نقول نحاس للحديث عن موضوع الكهرباء ومستجدات الخلاف الكهربائي بين الرئيس مئاتي والتيار الوطني الحر. وأيضا في عنا الجمهور الموجود بالاستوديو، بدي أسمع بعض الآراء والتعليقات. طبعا استاذ عماد بدنا نحكي عن الموضوع التربوي اللي له علاقه بما قيل هذين اليومين انه قد يتوقف العام الدراسي العام 2022-2023 في مشكله بالنسبه للمدارس الخاصه وبالنسبه ايضا للمدارس الرسميه. والاستاذ مسلم بدنا نحكي عن المؤشرات الاقتصاديه التي لها علاقه بموضوع الكابيتال كنترول، بموضوع الدولار الجمركي، وبموضوع بحث قانون الانتظام المالي بلجنة المال والموازنة نهار الثلاثة، وأيضا القضاء الأوروبي الذي سيقوم ببعض التحقيقات مع رؤساء مجالس إدارة المصارف. قبل ما فوت بهالمواضيع بدي أسمع بعض الآراء من الجمهور الكريم الموجود معنا. سيمون براك، مساء الخير. مساء الخير أستاذ براك. حضرتك عندك وديعة ما عم تقدر تحصل عليها وفي دين متراكم عليك، بدي خبرنا قصتك. تفضل. انا عندي وديعه ببنك الاعتماد اللبناني، اكثر من مره حاولت اتواصل معهم تجيب مصاري ما بيعطوني. اخر فتره هلا مش من زمان، من اسبوعين، اخر فتره من اكثر من كذا شهر حتى عم جرب اتواصل مع صاحب البنك اللي اسمه جوزيف طرباي، ما بيردوا علي على التليفون، ما بيردوا علي، عندي تسجيلات ما بيردوا علي. طيب حضرتك قلت لي انه في دين متراكم عليك. عندي دين لانه عملت عملية كونسير لمادي، يعني هيدا اللي بدي اعرف مشكلتك. 23700 دولار انا اخدهم، كان الدولار 4000 ليرة. اوكي 23700 دولار اخدهم من مين؟ من ناس. ايه. وما رديت لهم ولا اي مبلغ. ما في على اساس انه قديش معك مصاري بالبنك؟ عندي 120,000 دولار؟ نعم. ومش قادر تحصل عليه ولا دولار. عامل هول التعميم يلي بيسحبوا بالشهر؟ ليش؟ لانه هيدي سرقه. كيف اي تعميم منهم؟ اي تعميم بروح بسحب على 8000 او على 4000. مره وحده عزت، كنت عم جيب دواء لمرتي، كنت عم تعمل علاج، رحت لجيب 100 دولار مره واحده، مضوني على 300 دولار، كان دولار على 4000 كانوا عم بيعطوه وقتها، مضوني على 300 دولار 300 وشوي، كمان عطوني 100. لا بعتها مع ناس على تركيا لجابوا لي علاج لمدامتي، لجابوا لي دواء للمناعه. على كل حال هيدا الوضع بيختصر وضع كتير من الناس، يعني احنا عم ناخذ عينه من ناس عم بيعانوا، مضطرين يتطببوا، مضطرين يتعالجوا، مضطرين يدفعوا ديون واموالهم. استاذ جورج انا بدي اسال حضره استاذ الاقتصاد، كنت حابب اسال الدكتور بستاني ما سمح لي. شو سؤالك؟ اذا المودعين اخذوا مصرياتهم
كيف بيصير الاقتصاد بالبلد؟ جاوبني حضرتك. نعم. شكرا لك. شو بدهم يعملوا؟ لحظة نعم. بدي لحظة حيجاوبك. شكرا سيمون براك. راشد لطوف بدي احكي في حديث بدي احكي لحظة. بعد راشد لطوف استاذ انا كنت طالب لجوء باستراليا، جيت من استراليا بال2016 على اساس انه بيصير في بلد نعم. بيصير في بلد تحميني وبيصير في ناس بيتغير الوضع، لقيت في توافق، لقيت في بلد عم بيزبط. جيت من هونيك لهون، جينا لهون لقيناهم انه سرقونا نهبونا، لوين بدو يوصلونا؟ بيرجع نزلت البنك، نزلنا تناخد موعد من جوزيف طرباي بزيته، نزلت لاخد موعد من جوزيف طرباي، ضربوا رئيس جمعية، نحن جمعية صرخة المودعين، ضربوا رئيس الجمعية السكوريتي تبعوله. استاذ سيمو انا بدي اشكرك وانتهي لراشد لطوف لان بدي اسمع اكثر من رأي. تفضل استاذ. في عندي نداء صغير بس، بتمنى من كل مودعين لبنان ينزلوا عبكرة 3:10 قدام قصر العدل لا نوصل صرختنا للقضاء. شكرا سيمون براك. راشد لطوف حضرتك جندي بالجيش وانصبت إصابة بليغة بإجرك أيام الحرب، واليوم أنت عاطل عن العمل، ماذا تقول للمسؤولين؟ وبشكركم وبشكر الجديد لأتحدي هالفرصة لحتى أطلع وأحكي وعبر عن رأيي. أنا كنت رئيب بالجيش في الترتبة ودعست على لغم، طارت اجي اليمين واجي الثاني تقطشت مع كل اللحم اللي فيها، رقعوا لي اياها ترقيع والحمد لله ماشي الحال. بس بقرب الترم ما طلع الانفجار بصورة تنايز الدم وقصص، ايدي اليمين كلها شظايا. رغم هذا وكله ما اخذت حقي، رايب اول، معاون اول، طلعت من الجيش 11 سنة معاون اول وما اخذت مؤهل، ما بعرف ليه. اليوم شو بدك؟ اليوم انا شو وقت طلبة؟ اللي طيلعوني، وقت اللي انضغط علي من قائد الموقع قدام التصريحي لاسباب صحية. نعم. الاسباب الصحية طلعت اظلم لجنة لعدوري. امت اخذت عطوني 70% لانه مبتورة اجري تحت الركبة بشي 10 سنتي 15 سنتي. بس حضرتك انت اليوم شو بدك؟ هاي اللي بدي لك اياه. انا وقت اللي بدي اخذ انا 70% واسال رفقاتي كلهم، بعدين عرفت انه كان إلي حق اعترض وما قالوا لي لازم اخذ انا من ال 75 و80 وطلوع، لانه على اجري وعلى ظهري ديسك كمان بظهري من ورا اجري واجري الثاني وايدي، لازم اخذ من 80 ولا فوق. اذا بياخذ نسبي 75 وما فوق بياخذ معاش الرتبه التي تعلو رتبته. شكرا لك راشد لطوف. بول حكيم كنت انت مغترب طيلة 40 سنة ورجعت على لبنان حتى لو لا سمح. حضرتك حكيت بول حكيم بدي وصل الصرخة لا لو معلش يا استاذ سيمو يا انا استاذ عندي سيمو. شابين عندهم بول حكيم مهندس بترول كان مغترب طيلة 40 سنة رجع على لبنان ليعيش بوطنه وما بده يهاجر مرة تانية. بول استاذ انت ما بدك عندي شابين عندهم اخر سنة جامعة، كيف بدي سفرهم؟ طيب عندك الشامي أنا كنت حابب هيدا الكلام احكي قدام يا النحاس. استاذ سيمو انا بدي اسال النحاس والشامي والجميل يلي مستشارينه وزلموا لمئاتي، انتو مين نصبكن علينا مسؤولين على المودعين؟ مين نصبكن مسؤولين على المودعين؟ انتو تحلوا تربطوا، نحن تعب عمرنا وعرق عمرنا سرق، بدكن تسرقونا وتشطبون هيك؟ ما بيصير، عمرهم بدنا نشطبه، هيدا ما بيصير. سيمون شكرا لك. بول حكيم بول حكيم تفضل. ايه مساء الخير. مساء النور. كنت عم تحكي ما سمعتك، يا ريت برجع بتقول شو حكيت. كنا عم نقول انت اغتربت 40 سنة ورجعت على البلد. نعم. ندمان لانك رجعت؟ اولا انا من عشاق دولة القانون والمؤسسات. نعم. وبس سقطت بين العملاء والخونة بآخر التسعين وضربوا الجيش اللبناني القوى الاحتلالية والعملاء تبعه في الليت مثل ما عم بتقول، ورجعت برمت الشرق والغرب ورجعت والحبي للبنان رجعني للبنان، مفكر حالي انه تحرر لبنان
وخلص بدنا نبني لبنان الجديد وترجع هيبة الدولة ودولة القانون والمؤسسات. لقيت حالي انه جماعة نصابين حرامية، نحن اليوم تحت حكم المافيات والعصابات، ومن بيناتهم هيدي جمعية المصارف والخطط. خط التعافي لشو؟ هيدي تعافي عملية شطب الودية. انا زلمي مودع عاد برا بالشرق والغرب، بقيت الدم بالخليج وبكندا واستخرجت بترول، وجايين هودي الحرامية جمعية المصارف تجي تسرقني. أنا المشكلة المودعين هي بين المصارف وبين المودعين، والحل تبعها بسيط بسيط جدا. بدهم يجوا هودي المصارف يحكوا مع المودعين تبعهم، منهم بحاجة لا لدولة ولا خط التعافي ولا صندوق ناد ولا صندوق فعل. شكرا لك بول. استاذ مارون مسلم، سمعنا بعض الآراء، يعني المشكلة الاقتصادية هي اللي ضاغطة حاليا، الخروج من هاي المشكلة هل هي عبر صندوق النقد، هل هي عبر القوانين الإصلاحية، أم عبر شو؟ المشكلة أكيد مشكلة كتير عميقة، مشكلة كتير خطيرة، مشكلة كتير تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع اللبناني سيئة. الخروج من هيدي المشكلة هلأ واقعين فيها، الخروج من هيدي المشكلة هلأ عم بيصير فيه محاولات للخروج من هذه المشكلة، ولكن هون بدي مرق شغلة صغيرة، أنه للأسف أنه من يحاول أن يضع الحلول للخروج من هذه المشكلة هن ذاتهم الأشخاص اللي أوقعونا بهذه المشكلة، وهذه بحد ذاتها مشكلة. اليوم إذا بتحب فينا نبلش موضوع الكابيتال كنترول يلي برد على بعض الأسئلة اللي طرحوها المشاركين. هلأ في عملية كابيتال كنترول يلي هلأ رجعت أخذت بعد فترة الأعياد، رجع عم ينحكى فيها بقوة، عقد أول اجتماع تم مناقشة المدتين. بس هي أصلاً هالكابيتال كنترول كان لازم يصير من زمان، هيدا الكابيتال كنترول وهل يعني هل بعد بينفع؟ هيدا الكابيتال كنترول كان لازم يصير بعد دغري الثورة، تاني نهار الثورة كان لازم تبلش. على العكس المصارف أقفلت بحدود 15 يوم، عملت فيها تحويلات خارج إطار القانون إذا جاز التعبير، لأنه عملية التحويل هي عملية قانونية، ولكن المصارف مقفلة وكانوا عم يعملوا عملية تحويل. وبعدين صارت عملية كابيتال كنترول تقاذف ما بين الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان، كان الهدف منها أنه ما يصير الكابيتال كنترول لحتى اللي يهربوا المصريات يلي بدوا يهربون يلي هن السياسيين بشكل أساسي، أصحاب المصارف، رؤساء مجالس الإدارة، كبار المدراء التنفيذيين وبعض المحزيين. طيب فإذن هيدا تم. إيه هلأ شو بعد بينفع؟ هلأ من هون صار في هلأ رأيين بهيدا الموضوع. في رأي بيقول إنه هيدا اللزوم ما لا يلزم، هو عم نعالج موضوع عقيم لن يؤدي إلى أي نتائج. في رأي وهو فقط يؤدي إلى هلأ حماية المصارف من الدعاوى القضائية اللبنانية والدعاوى القضائية اللي عم بتصير. الرأي الآخر، الرأي الآخر بيقول أنه هيدا مطلب من مطالب صندوق النقد، لابد ويجب من أنه يجب السير فيه. هل برأيك سيقر؟ أنا برأيي سيقر مع بعض التعديلات، يعني مثلا هلأ بالمادة 5 اللي تم إقرارها بآخر اجتماع تم تحديد الحد الأدنى للسحوبات يلي هي على 800 دولار. نعم. بعد ما كان عم ينحكى بالألف بس ما عم ينحكى بحد. هل أدى إقراره صار قريب أو شيء؟ هلأ هو عملية إقراره أنا برأيي رح يمشوا فيه أكيد، ولكن كلنا بنعرف أنه هلأ حتى لو اللجان النيابية أقرته سيحال إلى الهيئة العامة، بالهيئة العامة هل سيجتمع مجلس النواب أو لا يجتمع أم لا أم لا. نعم. وبعدين هيدا عملية الحكومية هل هي شرعية أو غير. نعم. شرعية. طيب رح تابع معك ورح تابع مع سعادة المدير العام، ولكن قبل في عندي مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقول نحاس معنا مباشرة. معالي الوزير مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير خينا جورج. معالي الوزير، يعني بالطبع في عنا هذا الخلاف أو هذه المواجهة الكهربائية بين رئيس الحكومة وبين التيار الوطني الحر، بالمقابل الناس قاعدة على العتم في بواخر فيول بنص البحر، ما في اعتمادات، ما في إقرار لسلفة، وفي خلاف بين أنه يكون في جلسة لمجلس وزراء أو لا، وفي كلام لوزير الكهرباء وحضرتك جزء من كلامه وقت اللي قال أنه الرئيس مئاتي قال تنعمل مناقصات لأنه ما بدنا نزيد التعرفة من دون ما نزيد التغذية، وقال أنه نقول نحاس اشتغل مع كمال حايك على هذا الموضوع لحد ما صار فيه اصطدام سياسي. وبيقول الوزير فياض ما في ضرورة لإجراء جلسة استثنائية مخصصة للكهرباء، وبيقول إنه عم بجرب يتصل بالرئيس مئاتي من وقت الأعياد وما عم بيرد عليه. ف
شو وضع هالكهرباء؟ شو هالمشكلة؟ كيف بدها تنتهي؟ كيف بدها تتعالج؟ ماذا في الأفق؟ أول شيء الحياة السجلات كلها هيدي أنا رأيي لازم توقف، لأنه ما بتأدي لنتيجة. العالم ما فاني معها، يعني بدها كهرباء، والكهرباء تعمل كل شيء لازم من أجل أن يكون في استدامة بموضوع الكهرباء لما منحطها على السكة المضبوطة. اليوم المشكلة الوحيدة الواقع أنه نعمل كل الأمور التحضيرية، ولكن التمويل بالنتيجة، لأنه كهرباء لبنان ما مع مال، بدها مال من الدولة. الطريق الوحيد أنه يكون في تمويل الكهرباء لبنان من الدولة طريقين، يا أنه بيكون في هناك توافق لنعمل موافقة استثنائية، بتكون في توافق لأنه رئيس الحكومة هذا على الحالتين اللي كان عم يطلع بالزمان الاتفاقات أو الموافقات الاستثنائية، المواسم الاستثنائية أو الموافقات، هي الحقيقة إجت من باب توافق، هي ما كتير قانونية. رئيس الحكومة طلع لحاله موافقة استثنائية تطمته يطلع مرسوم بعدين بيشتغل مجلس وزراء، بده يكون في توافق كبير وشامل على الموضوع، والا هيدا موضوع ما ممكن يقطع. يلي صار انه لما رئيس الحكومه قبل بياخذ يمكن هالموضوع ويعالجه بسرعه، طلعت اصوات تقول انه هيدا غير دستوري وغير قانوني. رئيس الجمهوريه، نحن ما عم نعمل مجلس وزراء، ما عم نعمل مجلس وزراء لانه ما بده حدا يستانس بالقرار. بيطلع رئيس الحكومه اذا ما في توافق بطلع قرار بده مرسوم لحاله، هذا الموضوع ما بيمشي. طيب مش هيك العمليه، بس قصه هالمرسوم، يعني موافقه رئيس الحكومه على صرف السلفه من دون جلسه لمجلس الوزراء باول الامر، ثم بعدين عدم توقيع وزير المال لصرف السلفه، البعض يفسر بانه يا اما صار في اعاز من الرئيس بري وبالتكافل والتعاون مع الرئيس مئاتي للدفع باتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء ولزرك التيار الوطني الحر، أو أنه الأموال غير متوافرة ومنشان هيك صار في سحب لهذه الموافقة. وين الحقيقة؟ الموافقة الاستثنائية سي جورج هي خارج السياق الدستوري، إذا ما في توافق عليها، إذا ما في موافق عليها، هيدي ما فيها طاقة، ما بتمشي. ساعتها الطريقة، القاعدة القانونية الوحيدة لهذا الموضوع هو مرسوم، وهيدا بده مجلس وزراء. إذا مجلس الوزراء ما عم ينعقد، بدك ينعقد موافقة استثنائية يمضيها رئيس حكومي لحاله؟ فإذا ما في توافق، رئيس الحكومة كان مستعد يعمل موافقة استثنائية إذا بينعمل مجلس وزراء بعدين وبيغطي هذا الموضوع. لأنه إذا ما نعمل مجلس وزراء وضغط هذا الموضوع في إشكالية عليه بالموضوع. برجع بقول رئيس، وهلأ أنا بأكد لك، رئيس الحكومة عم يعمل مشاوراته ليقدر يشوف كيف يمكن أن يكون هناك بأسع وقت مجلس وزراء، ولو بند وحيد عليه هو الكهرباء. هو عارف المشكل، بس المشكل مش عنده، المشكل هو ما عنده الصلاحية الدستورية أنه يوافق يعمل موافقة استثنائية مشروطة بمرسوم، لما المرسوم ما حيطلع وما حيمشي لأنه ما في مجلس وزراء، ما في توافق على مجلس وزراء. بس اليوم عم بيقول، بس هلأ عم بيقول وزير الكهرباء الوزير فياض أنه ما في حاجة لجلسة لمجلس الوزراء للبت بهذا الأمر. يعني هلأ سمعنا هالوزير فياض عم بيقول لا ضرورة لإجراء جلسة استثنائية مخصصة للكهرباء، والفيول موجود، والفيول موجود بالبحر ولازم يمشي عبر فتح الاعتمادات. بكل بساطة فتح الاعتماد بده تمويل، والتمويل بده سند قانوني، والسند القانوني هو وحده فقط لغير رسوم. بعتقد ما كتير كان دقيق بهذا الموضوع الصديق وليد فياض، بس ولكن هذا أمر واضح ودستوري، ما في تاني خلف عليه. القاعدة القانونية لصرف الأموال هو المرسوم، مشان يكون في سلفة. هلا إذا رئيس الحكومة أخذ نوعا ما على عاتقه إنه بيعمل وضع استثنائي،
اذا بيشوف في مفسوح في اجتماع مجلس الوزراء بفتره قصيره ليغطي هذه الموافقه الاصليه اللي هي ما عندها قاعده قانونيه ثابته. نعم المرسوم مشان هيك ما بيقدر ياخذ مخاطره انه يعمل موافقه استثنائيه غير تبقول مكتمل للصفات اذا ما في مرسوم بده يطلع يغطيها، لا يمكن. مشان هيك الخلاف مش عنده، المشكل مش عند رئيس الحكومه، مشكل عند القوى السياسيه اللي هي بدها تامن اجتماع مجلس الوزراء لكي يكون هناك تغطيه بمرسوم حسب القانون حسب الدستور. طيب بالنسبه بس خليني اكد رئيس الحكومه عم يعمل كل الاتصالات ليقدر بفتره قصيره يامن اجتماع لمجلس الوزراء ببند يمكن وحيد هو موضوع مرسوم الكهرباء، لانه ما ممكن تستفهم الامور الا هيك. قرار لحاله اذا ما مغطى بمرسوم بفتره قصيره هذا بيكون خطا قانوني. عم بيعمل اتصالات رئيس الحكومه، هل في غطاء سياسي معين يعني من يعني مين القوى السياسيه اللي مستعده تمشي معه بجلسه مجلس وزراء؟ هل بين شيء معين؟ هو عم يعمل استشاراته وعم يعمل مشاوراته اليومين الثلاثه اربع خمسه اللي هن، ولكن هو عارف انه هذا الموضوع كثير 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 مهم انه يخلص بسرعه، وبلا مجلس وزراء ما ممكن يخلص، لانه في خلاف على موضوع القرار الموافقه الاستثنائيه بده ولو بند وحيد لانه بنطلع من هالازمه، لانه الكهرباء معلقه بهذا الموضوع والناس عم تروح ما فقاني مع الخلافات السياسيه. نعم. استاذنا حسني، واضح انه المعارضه من التيار الوطني الحر، ولكن حزب الله بيمشي بجلسه استثنائيه مخصصه فقط للكهرباء؟ أنا أمل، مشان هيك عم بقول المشاورات ماشي لنشوف، قلت أنا رئيس الحكومة عم يقول لو بند وحيد كهرباء. هل في مهلة محددة يعني لهذه المشاورات؟ لا، هلا ما بتعرف بالسياسة ما فيك تقول بكرة وبعد بكرة، بس رئيس الحكومة عارف تماما قديش ضغوط هذا الموضوع، لأنه الموضوع مش عنده وحده. هو لو عنده الصلاحية كان هلا مضاها، وهو أخذ المبادرة وقال أنا مستعد إذا في هناك تأكيد أنه حيكون في اجتماع مجلس وزراء يغطي السلفة. هل يمكن أن يكرر رئيس دعتيك مثلا لما كان في رئيس جمهورية وفي رئيس حكومة على لما كان رئيس جمهورية موجود ما مضوا موافقات استثنائية، بس كان في اثنين عم يمضوا رئيس جمهورية ورئيس حكومة. هلا في رئيس حكومة لحاله ما بيقدر ياخذ مسؤولية لحاله، ما بيقدر. نعم. إذا ما في توافق على تخطيطه بمرسوم. هل يمكن أن يعيد تجربة الجلسة الأخيرة يعني بمن حضر حتى لو قاطعوا وزراء معينين، وزراء التيار الوطني الحر؟ إذا بيعمل نصاب بده يعمل أكيد، ما بيقدر ما يعمل، مسؤوليته كله. الدستور واضح، المادة 64 بتقول يمارس بالنطاق الضيق، يمارس كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، لانه استمرار موافق العام هو اساسي بالموضوع الدستوري، لا يمكن لاحد ان يعطل الموافق العام، لا يمكن. واذا ما مارس بيكون مسؤول، مش يعني دعوه مجلس الوزراء من مسؤوليته. هلا ما اجوا تحملوا مسؤوليته هن، بس هو اذا ما مارس واذا ما دعا بالنطاق الضيق بيكون مسؤول ويحاكم على الموضوع. إذن فينا نعتبر أن الرئيس مئاتي سيقوم بجولة مشاورات في هذين اليومين المقبلين، اليومين ثلاثة، لتأمين جلسة لمجلس الوزراء فقط مخصصة للكهرباء، وفي حال لم يتم الموافقة من الجميع سيعقدها إذا تأمن النصاب لإله بغض النظر عن الذين سيقاطعون. خلينا ننظر، ما بدنا نقول إذا، بدنا نقول المشاورات ضمن بند واحد، نتيجة هو بياخذ القرار بيشوف شو بصير. نعم، شكرا لك مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقول نحاس على هذه الإطلالة الليلي، شكرا لك. شكرا لك. سعادة الأستاذ عماد الأشقر، من الموضوع الكهربائي إلى الموضوع التربوي، العام الدراسي مهدد بالتوقف بالمدارس الخاصة وبالمدارس الرسمية في يوم كرامة المعلم في لبنان، شو عم بيصير معكم؟ شو عم بيصير بالقطاع التربوي؟ ما في عام دراسي مهدد، لا في شوية سوء تفاهم. أول شيء بالتعليم الخاص ما في عندنا مشكلة لهلأ،
يمكن أثار الموضوع نائب المعلمين بالمدارس الخاصة ورفع الصوت بالنسبة للمعلمين، وعم ينادي بقانون وحدة التشريع، وعم ينادي بمثل ما تعامل الأستاذ بالقطاع العام يكون في تعامل بالقطاع الخاص. بس أكيد الأساتذة حريصين على إتمام العام الدراسي، لأنه ما بقى فينا نحمل خسارة أعوام دراسية متتالية بتعوض كباية انكسرت أو شيء، بس جيل ما فيك تعوضه. أكيد. والأساتذة واعيين لهالشيء. إذا بدي أنقل لك المواضيع اللي إلها علاقة بالتعليم الخاص، يعني عم بيقول نقيب المعلمين نعمة محفوظ إنه موضوع الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص ما بتكفيهم معاشاتهم ليعيشوا يومين. صح. وكمان الأساتذة اللي أنهوا خدماتهم صندوق التعويضات بيعطيهم شكات وما في مصرف بلبنان بيستقبل هالشكات. أستاذ خدم 40 سنة تعويضه ورقة ما حدا بيعترف له فيها. صح. بعدين في كل موظفي الدولة بيستفيدوا من صيرفة إلا معلمي المدارس الخاصة، ولما أقروا الموازنة ضربوا رواتب القطاع العام بثلاثة واستثنوا معلمي المدارس الخاصة. أنتوا كوزارة التربية تجاه هذه وحضرتك رئيس قسم أو رئيس وحدة رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات بالمدارس الخاصة، فتجاه هذا الأمر شو بتقول لها؟ أول شيء الموضوع شقين. إذا ما نحكي بتقاعد المعلمين يلي مزبوط، في ناس كانت تاخد مليون ليرة تقاعد وهلأ المليون ليرة ما صارت شيء، والمشكلة الأكبر أنه هؤلاء المتقاعدين ما عم يقدروا يسحبوا مصرياته. مشان هيك في مشروع قانون بده يتقدم، وبرضه بده حكومة وبده مجلس نيابة، وبنرجع على عنق الزجاجة يلي معلقين كل اللبنانية فيها، التشريع والحكومة ورئيس الجمهورية. بموضوع المصارف صرخة سمعناها هون وصرختنا كلنا، معيشاتنا بيحددولنا شو بناخد منها وقدام بيبقى فيها. المتقاعدين أو عم بياخدوا تعويضه من صندوق التعويضات عم بياخدوا شاك ورقة، لا بيفتحوا لهم حساب، حتى المصرف يلي منه صادر الشاك ما عم بياخد. وهيدي حملة وزير يعني. ما عم بيسيله، لا حملة وزير التربية لا حاكم مصرف لبنان، بالإضافة إلى النقابة كمان حملتها لمصرف لبنان، وكمان ما لقيت مطرح وأذن تسمع هالشي. بموضوع وحدة التشريع، هو منه قانون، عم بيطالبوا يكون في قانون لوحدة التشريع، مشان هيك قدموا مشروع قانون لما زاروا مع معالي وزير التربية من يومين. نعم. مع قانون التقاعد، صندوق التقاعد يلي بده تغذية وتغذيته منه فيه في مشروع هلأ. طيب أستاذ عماد، بيقول نقيب المعلمين أنه على ضوء تعاطي وزير التربية ورئيس الحكومة معنا، الجمعية العمومية ستحدد الموقف، ونحن ضننين على تعليم أولادنا وعلى استمرار العام الدراسي. شو توجه وزارة التربية؟ يعني أنتوا شو قادرين تعملوا بهالمرحلة؟ بتعرف المشكلة أنه الكل عم بيحط على وزارة التربية وعلى وزير التربية وكأنه يملك العصا السحرية لحل كافة الأزمات، وما في أزمة مربوطة فيه هو شخصيا أو كوزارة مربوطة فينا، نحن ما عم نقوم باللازم منها. بس بالنتيجة أنا إذا عديت مشروع مرسوم أو راح بمشروع اقتراح قانون لمجلس وزراء ومجلس وزراء تيحولوا على المجلس النيابي، ولا في مجلس وزراء ولا ما في مجلس نواب، هل بيكون وزير التربية يتقاعس عن عمله أو إدارة التربية؟ طب هل في حلول أخرى؟ يعني هل في حلول أخرى تقدر تنصف هالناس؟ يعني شو بيعملوا بالمدارس الخاصة الأساتذة؟ صف عم بينظروا للتعليم الرسمي أنه أفضل منهم وضعهم. هلأ بمطرح صرنا هيك، يعني قلبت الآية، كان بمطرح التعليم يعني الخاص. يعني هل أنتوا عندكم مش سلطة، عندكم يمكن مونة على إدارات المدارس الخاصة للوصول إلى حل ما، إلى صيغة ما، يما كيف؟ هو من المفروض إدارات المدارس الخاصة من بعد زيادات يلي حطتها على الطلاب يلي هي بشكل لهلأ إذا بدي أقول حسب القانون القائم غير قانونية، من المفروض تكون بالمقابل كان في زيادات لهؤلاء الأساتذة. وهذا ما عم بيصير، ما صار بكل المدارس، لا أو صار بحد معين أو صار شيء فريش شيء ما صار، يعني كل مدرسة حالة لحالة. وأنتوا ما عندكم سلطة؟ عندي سلطة بحد الموازنة المدرسية اللي بتتقدم بمصلحة التعليم الخاص، بس بوصل فيها لهي الموازنة على مطرح
إذا المدرسة مخالفة بدي حولها للقضاء يلي هي المجالس التحكيمية ونرجع نفوت بمتاهة بالمتاهة الجديدة إنه ما في مجالس تحكيمية لأن ما في حكومة تكلف هذه المجالس ونرجع على الدوائر. تأختم ملف المدارس الخاصة اليوم شو بتقول للأساتذة بالتعليم الخاص؟ أنت أنا بدي أقول لإدارات المدارس الخاصة مثل ما أخذتوا زيادات على الأقساط للطلاب بحجة الزيادة والتشغيل الزيادة للمعلمين والإبقاء على هؤلاء المعلمين، كمان أنتم ملزمين تكونوا عم تزيدوا لهؤلاء المعلمين تيبقوا ويكفوا ويستمروا الأستاذ ما فيني أقول له شيء. الأستاذ الله يساعده. رح أرجع معك تنحكي عن شق التعليم الرسمي ومع الأستاذ مارون عن موضوع القضاء الأوروبي والوفد القضائي اللي بده يجي وموضوع الخطة الإصلاحية، ولكن قبل بدي أسمع أدي درغام وماهر مرعي، بس بدي أتمنى عليكم أنه لا عمهلك مروق علي، بدي أتمنى عليكم أنه مداخلاتكم تكون يعني قصيرة ومباشرة دغري بالموضوع. تفضل أدي. سعيدي أستاذ جورج، في شغلة، نحن في قسم من النواب نزلوا عم يحطوا اسم معين، ما هيك؟ أنا بحترمهم، بس قسم الثاني عم بيناور، شو ناطرين؟ كلمة سلم من برا يعني؟ ما الشعب عم بيموت، قطاعات كلها منهارة، لحو قطاع التربوي، قطاع الصحة، بعدين بيطلع المسؤول بيحكي بيشكي وبينعي، ما عنده حل يا خي، ما عندك حل، أنت منك فاسد يا خيي، طب أنت فاشل، فل يا خيي، شباب كلها المعلمة عم تهاجر، ما هيك أم لا؟ طب بدنا حل بهالبلد يا عمي، الناس عم تموت من الجوع، وين ما كان ما بيصير هيك أستاذ جورج، بنضلنا هيك. شو المطلوب أنت كمواطن لبناني اليوم؟ شو مطلوبك؟ شو بدك؟ بدنا انتماء للوطن. سياسيين ما بدنا انتماء للخارج، لكل في عندنا معروفين المحاور شو هن يعني. بدنا انتماء للبنان، بدنا جيش اللبناني، بدنا القوى الأمنية، بدنا معيشة المواطن، المواطن يعيش بلبنان بكرامة. أولوية الحل برأيك شو؟ انتخاب رئيس جمهورية بعدين أكيد حكومة يكون وطنية أكيد يعني. بدنا حل، ما فينا نضلنا هيك ماشيين هيك يعني، بلد عم ينهار أستاذ جورج. ماهر مرعي، حضرتك من مؤسسي ثورة وطن وائتلاف القوى الثورية، أنتوا اليوم من بعد يعني من ثورة 17 تشرين لليوم، هل عندكم إحباط؟ هل عندكم نقمة؟ هل عندكم يعني شو لوين وصلنا؟ يسعد لي مساكم جميعا. لا بالعكس، ما عندنا إحباط، نحن عارفين شو عم نعمل وكيف عم نشتغل من بيت لبيت ومن منطقة لمنطقة لحتى توصل الثورة لكل مكان وتوصل صوت الحق. كل شيء بياخد وقت خاصة ببلد طائفي، بس أبدا ما في إحباط. مثل ما بلشنا ب 17 تشرين بعدنا نحن ماشيين بهالعزيمة. واسمح لي أستاذ جورج، كون اليوم الملائكة كانت كتير عم بترفرف هون بالسياسيين اللي كانوا ضيوفك، يعني مشان الأستاذ فريد البستان اللي كان عم يحكي، أول شيء العيب يكون الوضع هيك، عيب إنه على كهرباء هو بفريق عمل عم يشتغل فيه انصرف عليها 40 مليار دولار وهي بدها مليار ونص وبعدها ما إجت الكهرباء. عيب إنه هو شخصياً، مين قال انه السياسي لازم يمد ايده الطويله على الخزينه ويرجع يمد ايده على جيبته يبلش يعطي فتافيت لهيدي الناس مثل ما هو بيشتغل؟ وانا ابن المنطقه وبعرف كيف بيبرم من منطقه لمنطقه. هلا على كل حال، لحظه بس، لانه ما بدنا نستغيبه يعني، لانه ما عاد موجود معنا، بس كان لازم نحكي بوجوده. هلا كان لازم او ما لازم، مش انت اللي بتدير الحلقه، هلا انت الميكرو بايدك، تفضل قلي شو بدك، شو بتطلب من مسؤولين هالدوله؟ طيب نطلب كثير اشياء، بس كانوا هلا كان معنا كمان مستشار رئيس الحكومه عم بيقول بدهم يعملوا جلسه، مرقوا اول مره الاو ام تي، معقول هالمره تمرق كمان كونه رئيس الحكومه هو نفسه مسؤول اللي بمبوست كمان يمرقها ويرجع يقلنا هيدي الجلسه هيك؟ مرقوا الاو ام تي ولا اللي بمبوست؟ هلا اللي بمبوست ممكن يمرقوها بهالجلسه هيك عم ينحكى. بس اذا بتسمح لي، كونه المدير عام وزاره التربيه هون، نحن بنعرف احنا شو صار اشحاف. للاسف انا ما عم بتهمه بالشخصي، بس مدراء العامين اليوم عم بيتوظفوا من قبل السياسيين، ونحن شفنا مظلوميات كتير لنسرين شاهين لكتار من الناس. شو دوره اليوم مدير العام؟ ما بيقدر يلبط بالارض ويقول لهم ممنوع تعملوا هيك؟ شكرا ماهر. ربيع الأحمدية، تفضل ربيع. استاذ جورج، بدي علق على نقطة. اول شغلي، كيف بدها تنحل مشكلة كهرباء اذا في معضلة اللي هي الطابع المالي؟ وبيقولوا لك انه الدولة ما عندها ايرادات، اذا الطابع المالي اللي هو بيدر على الدولة خزينة بيطبعوه عن قيادة الجيش بيسلموه لوزارة المالية، بتسلموه للسماسرة،
بتروح بدك تجيب طابع مالي لتعمل معاملة، بدك تروح تجيبه من عند السماسرة كأنك عم تهرب مخدرات، ويعوك يا بسوق السوداء. وين أحلى شيء بيكونوا موجودين وين؟ على أبواب الإدارات الرسمية وعلى أعينك يا الدولة. تاني شغلة، بيجوا بيلعبوا علينا أفلام، بيمرقوا علينا إنه يابا 10 ساعات كهرباء 15 ساعة كهرباء تيعلوا لك التعرفة. هلأ بيجي فرض عليك أمر واقع، عندك حديدة بالبيت معلقة ناسية مسدية فوق فاتورة المولد، بدك تدفع عليها 400-500 ألف، وكل ما علي صايره فكل ما زاد سعره. وبيقولوا لك بدنا نوفر على العالم فاتورة الاشتراكات، ما هن اللي عم يشجعوا الفساد، وهن اللي عم يمشوا بالفساد، وهن اللي عم يقووا السماسره والفاسدين بالبلد. شكرا لك ربيع الأحمدية. شفيع الأيوبي تفضل. شكرا في استاذ جورج. انا مؤهل اول متقاعد في قوى الامن الداخلي، 27 سنه خدمه، جاي احكي باسم الاف المتقاعدين ورجال قوى الامن الداخلي في الخدمه الفعليه والمتقاعدين. استاذ جورج، ما عم نشوف حدا عم يغطي عن الاف المتقاعدين اللي عم يموتوا على ابواب المستشفيات. ما حدا عم يقول ليش العسكري عم يموت بمركزه بسكته قلبيه او بجلطه دماغيه. ما حدا عم يقول ليش العسكري قوى الامن الداخلي عم ينتحر. ما حدا عم يقول ليش عائلات عم يموتوا على ابواب المستشفيات. استاذ جورج، استاذ جورج، إذا بيفوت عسكري قوى الأمن الداخلي على باب مستشفى بيكحشوه، بيقولوا له روح خلي اللواء العثمان مدير عام يدفع مصاري. أستاذ جورج، عم يموتوا من كم يوم مات عسكري على باب مستشفى جلطة دماغية مشان 4000 دولار. يا أستاذ جورج، عنده 4-5 أولاد. أستاذ جورج، أم شهيد قدمت ابنه. أستاذ جورج، مشان 2000 دولار للميل كحشوه عن باب مستشفى الشفاء. يا أستاذ جورج، قدمت ابنه. أستاذ جورج، أنا مؤهل أول في قوى الأمن الداخلي، صار لي 20 يوم محروق بالبيت. يا أستاذ جورج تفضل شوف الحرق. يا أستاذ جورج تفضل شوفوا الحرق، شوفوا الحرق. يا أستاذ جورج، عم حط بتقديم معي، عم حط دواء، ايدي وجسمي محروق كله سوا. صوروه خلوا العام كله يشوف. اللواء المدير العام لقوى الامن الداخلي عم يظلمنا، عم يجيب. يا استاذ جورج، حرمنا من المحروقات. نحن كمتقاعدي قوى الامن الداخلي بحقنا طبيبه 100%، كل مؤسسات العسكريه عم تحكم 100%، الا قوى الامن الداخلي عم يموتوا ينزل على ابواب المستشفيات. يا استاذ جورج، انا بدي اقول لك شفيع، شفيع هسه في شغلتين. هسه في عندنا نحن كمتقاعدين مؤهلين اول، بحقنا بالقانون وبالمرسوم 75% من حق ضابط عم يعطي الضباط المتقاعدين تنكات بنزين لقالهم. نحن حرمنا حقنا المدير العام بقالوه. ليش؟ لأنه ما بيحق له يعطي برقية أو يلغي مرسوم إلا بمرسوم. عم يحرمنا حقنا. يا أستاذ جورج، أستاذ جورج، عم نحن هلا عم يعطينا طبيبة، ما عم يعطي طبيبة، عم يضحك علينا إنه بدنا طبيبة، ما بدنا غير طبيبة، ما بدنا رواتب، بدنا طبيبة. شكرا لك شفيع الأيوبي وسلامتك. أستاذ عندي مسألتين. أستاذ شفيع، عندي مسألتين لو سمحت. يا أستاذ، 5000 متقاعد عم يحضرني هلا. نعم نعم. بدي أقول لك كلمتين أستاذ جورج. نحن بنطالب رئيس الحكومة ووزير المالية المجرم، هو ورئيس الحكومة واللي واعي اسمهم مجرمين، حرمونا من طبيبتنا. المصاري مصروفة من 20 مليار قبل الموازنة. يا أستاذ جورج، حاطينا بوزارة المالية ما عم يعطينا نتحكم فيها. شكرا لك شفيع الأيوبي. نطالب بإقالة اللواء عثمان لأنه ما هو أهل للمركز تبعه. نحن نطالب بإقالة اللواء عثمان ومحاسبة وزير المالية. أستاذ جورج، في ناس عسكر قبضوا تعويضاتهم، ما عم يقبضون تعويضاتهم لو سمحت. شكرا لك شفيع الأيوبي. برجع على الضيوف. مارون مسلم، مارون مسلم، موضوع القضاء الأوروبي، الوفد القضائي اللي جاي على بيروت ابتداء من بكرة، شو جاي يعمل وشو المعطيات المتوافرة؟ كلنا بيعرف استاذ جورج انه بكل دول العالم المصارف وقت تبلش الإعلام يحكي عن شخص معين او عن اشخاص معينين يحطون تحت خانة تبييض الأموال او مجرد اتهامات، دغري هيدا المصرف لحتى يحمي حاله اولا بيراسل المصارف المركزية وبيسألها في هذا الشخص المعين عم ينحكى عنه بالإعلام بهذا الإطار شو رأيك. المصارف المركزية بتراسل وزراء العدل، وهون بلشت القضية. وقت البلش ينحكى عن تهريب أموال من لبنان من سياسيين لبنانيين، بلش ينحكى عن موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، تحركت وزارات العدل والنيابات العامة المالية بالدول الأوروبية بشكل تلقائي. وزير العدل خصوصا بسويسرا هو اللي أرسل كتب واستنابات قضائية وكتب إلى معظم وزراء العدل في الدول الأوروبية وإلى وزارة العدل اللبنانية، عم يستفهم من هذا الموضوع، وهني فتحوا تحقيقات بهذا الموضوع وكلنا سمعنا فيها بالإعلام. القضية وصلت بلبنان أنه في حالة جمود،
كلنا لاحظناها بسبب تدخلات سياسية، بسبب مشاكل بين القضاة، بسبب لعدة أسباب، ولكن بمعظمها أسباب يعني سياسية. هلا لوين بدها توصل؟ الحاول يلا بس لأوصل لك فيها، الحاول لفلفت هذا الموضوع. القضاء الأوروبي ما بيقبل بهيك شغلة، شاف إنه في حالة جمود بلبنان، قرر إنه يرسل وفد أوروبي خصوصا من سويسرا، فرنسا، لوكسمبورغ لمتابعة هيدي القضية بلبنان. دغري لبنان دغري طلعت إنه موضوع سيادي، موضوع بحق لهم ما بحق لهم كذا، ولكن في معاهدات قضائية بين لبنان والدول الأوروبية تسمح بمثل هذه الحالات. من هون ردا على سؤالك، هيدا الموضوع أخذ إطاره التنفيذي. هيدا الإطار التنفيذي لوين ممكن يوصل بأقصى حدوده؟ الإطار التنفيذي رح يبلش من الاستجوابات يلي رح تتم، رح يكون فيها الاستماع، الاستماع لإلها أكيد، قاضي لبناني هو اللي بيسأل أسئلة، وبتكون اللجان الأوروبية موجودة، واللجان الأوروبية هيدا أول وفد وصل، بعد في سلسلة وفود رح تجي، رح تفوت بالموضوع حتى نهايته. حتى نهايته شو يعني؟ حتى نهايته معناها أنه طلع ادعاء عام في حال ثبتت الاتهامات. ادعاء أكيد صادر عن، ادعاء صادر عن القضاء الأوروبي، أكيد عن القضاء الأوروبي. وهذا تنفيذه شو بيصير؟ هلا عملية التنفيذ وعملية القضاء اللبناني وهل ينفذ وهل ما ينفذ، بتعرف في أراء كتير، ولكن المهم بالموضوع أنه القضاء الأوروبي بده طلع ادعاء. الادعاء إلى ماذا يؤدي؟ هون بيت القصيد، الادعاء يؤدي إلى تجميد كل الأموال وكل العقارات وكل ما يملك هؤلاء الذين يتم الادعاء عليهم بأوروبا. يعني بيكونوا هربوا مصريتهم من لبنان، جمدون هناك. صحيح. استاذ عماد، بدي بالوقت المتبقى، طبعا الحلقة تربوية بدها يمكن 3-4 ساعات، يعني ما بتعرف حجم الرسائل النصية اللي عم تصلي من أساتذة بالتعليم الخاص والرسمي، ومن هيئات ومن روابط ومن إلى آخره. بس أنا بدي رداً على كل هذه التساؤلات بالنسبة للتعليم الرسمي وموضوع $5 يومياً يلي اعتبرتوها أنتوا بالوزارة أنه يعني هيدي لفتة تجاه الأساتذة، هن البعض اعتبروها أنه كأنه شحادة بالنهار، يعني ليش ما بتجمعون كلهم بالشهر وبتخلوا $130 موجودة كباكيج كاملة؟ سيد جورج، معالي الوزير بمؤتمر الصحفي حكي وشرح هالموضوع. يمكن كيفية طرح أسيء فهمها أنه $5 عن النهار، بس إذا منحسب نحن عنا بعد 70 يوم تدريس على $5 يطلعوا $350، وهو $350 في كتير عم يتساءلوا هل سيكون مصيرهم مثل قبل منقبضهم بعد شهرين أو ثلاثة أو عصيرفة أو عشي. لا، في آلية جديدة حتكون بواسطة شركة معتمدة لدفع الأموال، حتكون بالدولار الكاش. يعني $350 منا شيء نسبة للي عم يقدمه الأستاذ، يعني حيصير في اعتماد $5 كل يوم، بدل قبضوا دولار كاش، قبضوا دولار كاش شهرياً. وبدأت تبلش نحطت على السكة يعني. بس أسيء فهم معالي الوزير يمكن بتعبير معين كان بالمؤتمر الصحفي، ما وصلت مثل ما هي، وحسوا الأساتذة بالمهانة أو بالإهانة. وهذا طبعا لا الوزير بيقبله ولا حدا بيقبله، لأن كلنا نحن بمراكزنا من وراء أساتذة علمونا ووصلونا لهون، وكرامة المعلم على راسنا كلنا، وبالتالي ما في أي إهانة للمعلم أبدا. ووزير التربية في حين كل شيء معطل حب يكون عم بيوقف حد هالأستاذ لا يخليه يقدر يوصل على مدرسته شوي ويحافظ له على كرامته من خلال استعمال الأموال يلي متوافرة من العام الماضي. أموال متوافرة كانت يلي توافق عليها، انتبه كمان يعني نحن محكومين من جهات منحة، مش مثل ما بدنا نتصرف بأموال إذا موجودة عنا. نعم. إذن هالدولارات اللي رح تعطى للأساتذة يعني مش أهم شيء، هالدولارات موجودة ما حدا يشكك إنه مش موجود، ورح تنقبض من خلال شركة بالفريش دولار. أوكي، وابتداء من مع هذا الشهر إذا الأساتذة ما عادوا معترضين عليها، ولأن بيان معالي الوزير كان واضح بهذا الإطار. نعم. وبدي وجه شغلي إنه يلي الوزير بده يعمله حطه بهذا البيان، وأي أخبار عم تطلع جنب هذا البيان
عاري يا عم عاري عن كل صحة. أنا بدي أشكرك مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، بدي أشكرك الصحافي الاقتصادي ومدير موقع المراقب مارون مسلم على هذه الإطلالة الليلة، على أمل إطلالات مقبلة لأنه الوقت دهمنا. أنا بدي أشكركم وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة، نلتقي الأحد المقبل، سيكون ضيف وهلأ شو الأحد المقبل رئيس حزب القوة. لا ما عم بقى السلطة المجرمة هذا البلد تحكي. لحظة نلتقى الأحد المقبل وضيفي رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الأحد المقبل.